كده انتوا شايفين تمام؟ لو حد يأكد معايا ان تمام. نأكدوا معايا كده ان تمام. حد بعت في الشات. اوكي تمام. طيب المفروض النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الجزء بتاع السوشيال ميديا مانجمنت او اداره السوشيال ميديا سواء للكلاينت او لينا احنا، بدايه من الاول خالص، من اول ما هي الشبكة قطعت ورجعت تاني. سامعيني كده؟ الصوت مسموع؟ لو نورهان فتح المايك ممكن تتأكد. الصوت مسموع. انا مع حضرتك. تمام. طيب بقول لكم المفروض النهارده هنتكلم عن الجزء بتاع السوشيال ميديا مانجمنت كسوشيال ميديا سواء لينا او للكلاينت، او ان احنا نتكلم عن البروجكت لو احنا معانا بروجكت ماركتنج من اول ما يبتدي خالص في الاول لحد ما نشتغل على الاستراتيجي والبلان بتاعته والتفاصيل دي كلها. تمام. اليوم بيمشي ازاي او احنا المفروض النهارده بيمشي ازاي؟ احنا بنتقابل المفروض كل يوم جمعه الساعه 9 على زوم في جروب ماركتنج كوميونيتي، بينزل اللينك وقبلها بينزل سؤال انتوا محتاجيننا نتكلم في ايه النهارده على يوم الجمعه، وبينزل كذا حاجه وبناء عليها بنعمل فوت وبنختار بروجكت او بنختار توبيك معين نتكلم فيه. المفروض النهارده كان في توبيك او كذا اقتراح منكم كانوا كلهم بيصبوا في نفس الموضوع، اللي هو احنا ازاي نعمل استراتيجي للكلاينت او نعمل استراتيجي ماركتنج ونقنع العميل، واسئله كده كتير داخله في بعضها. حسيت انكم محتاجين تعرفوا اكتر عن الموضوع بشكل منسق اكتر وبشكل هو يكون ايجابي اكتر من الناحيه التنظيميه ومن ناحيه البروسيس نفسها. يعني حسيت ان الناس فعلا عندها مشكله في موضوع البروسيس، اللي هو احنا المفروض البروسيس بتاعتنا تمشي ازاي من اول خالص الكلاينت لحد ما نبتدي نشتغل. تمام. طيب قبل ما نخش كده في الموضوع وابتدي نتكلم فيه بشكل دايركت كده ونشرح الدنيا فيها ايه، برضه عايز اقول لكم ان الموضوع مش هو سيشن او محاضره ان انا اشرح وانت المفروض تسمع وتيجي في الاخر ما تنفذش حاجه او ما تعملش حاجه، لا، هو الموضوع غير كده خالص. احنا فكره الكوميونتي ان احنا بنتناقش، انا بتبقى عندك سؤال بتساله بجاوبك، حد تاني عنده اجابه بيجاوب، الموضوع كله ماشي في اطار المناقشه. عندك اي سؤال اوكي، مش عندك خلاص، عايز تضيف حاجه كمان اوكي، يعني الموضوع كله ماشي بشكل مناقشه اكتر يعني. وفي نفس الوقت بحاول على قد ما اقدر ان انا في بروسيس معينه اديك توبيك كامل على بعضه علشان يبقى انت استفدت عرفت اللي عندك، ولو في حاجه بتطبق او بتطبقوها وتبعتوها لي، ولو في حاجه في فايل او حاجه انتم محتاجينه بينزل على البيج علشان تبداوا ان انتم تعملوا عليه implementation. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الريبورتنج وازاي انت تعمل ريبورت في السوشيال ميديا او في شغلك في الماركتنج بشكل عام في اي حاجة في الماركتنج، وشرحت على كذا ريبورت والناس بعد كده طلبتها، بس انا في اديت معين بحاول اضبطها بحيث ان انتوا تاخدوا الفايل كامل متكامل فيه كل حاجة، ما يبقاش الموضوع فيه متاهة بالنسبة لكم. فهو اول ما يخلص هبعته لكم ان شاء الله على طول، هو خلاص بيت فاينل. ده اللي احنا ده يعني ده اللي اهم الحاجات اللي انا كنت محتاج اوضحها قبل ما نستارت. قبل ما نستارت بقى خلينا كده نسخن شويه ونشوف الدنيا فيها ايه. اللي عنده اي سؤال في نفس التوبيك اتس اوكي يبتدي يسال، او انا ممكن ادخل اسال كده سؤال واشوف الدنيا فيها ايه. آية بتسأل السيشن بتاعت الريبورت متسجلة، كل جمعة بيتسجل بينزل على اليوتيوب وهتلاقوا السيشن متسجلة أو الميتنج الميتوب ده متسجل وعلى اليوتيوب، فكل حاجة متسجلة من أول ما خالص. تمام. طيب
بما انك سالتي يا ايه، لو عايز اسالك يعني خلاص، يعني بما اننا دخلنا بقى في الموضوع، خليني اقول لك كده واسالك كده، قولي لي كده، انت شغاله فريلانسر ولا شغاله في شركه ولا شغاله ايه، بارت تايم ولا شغالة في شركة as a social media specialist. حلو جدا، شركه اصلا سبيسيفيك في اندستري معينه ولا ايجنسي؟ agency دعاية وإعلان. حلو جدا. طيب انتوا لما بيجي لكم بروجكت، يعني من غير ما نخش في خصوصية اي مكان او حاجة، بشكل عام كده معلوماتك انت، المفروض الدنيا بتمشي ازاي يعني، او انت رأيك ايه لما في بيجي لي client يعني هو يعني أنا بقعد معاه، بيبقى فيه باخد منه البريف، حلو بعد جدا. كده ببدأ أعمل الاستراتيجي. وبعدين وطبعا بيبقى فيه تواصل ما بيني وبينه يعني. ببدأ أعمل الاستراتيجي، وبعدين بحدد بقى هو محتاج إيه بالظبط وكده، وبعدين ببدأ أعمل بعدها بقى البلان اللي هو البلان الشهرية بقى وكده. ده بشكل مختصر قوي يعني، بس دي الخطوات اللي بنعملها يعني. ايوه فاهم. طيب الجزء بقى اللي انت بتمشوا معاه فيه كاستراتيجي بقى، بيكون هو ليه رأي فيها جامد جدا ولا الامور بتمشي بينكم ازاي؟ لان في اغلب الايجنسي او الشغل اللي زي ده بيحصل ان بيبقى فيه جاب ما بين صاحب البيزنس نفسه وما بين التنفيذ بتاعت الايجنسي، يعني الايجنسي محتاجه بتتكلم في بادجت معين عشان يقدر يوصل للكاستمر، لا هو مش محتاج يصرف ده، والله هو محتاج يوصل لعملاء معينين ومحتاج يديت 500 ألف مرة في اللحظة، فلا بيبقى انتوا فاهمة قصدي، فبتتعاملوا مع المواقف هو دي. موضوع التعديل او ان هو الكلاينت يطلب حاجه دي، هو ده طبيعي وارد يعني. بس هي الفكره ان انا يعني انا لسه بادئه شغل من قريب، فاللي حصل معايا الموقف اللي حصلت معايا ان انا كنت ما بقعد اول ميتنج مع العميل بوضح له بقى ان احنا يعني احنا في الاول والاخر يعني هو مش هيقعد يعني مش انا منزله بوستات على الفيسبوك فهو عايجني منها فلوس بشكل مباشر يعني. الموضوع مش بيمشي كده. فبس بحاول اوضح له يعني. والتعديلات بقى في الشغل نفسها يعني بنحاول نهندل الدنيا بقدر الاستطاعة عشان تمشي يعني. حلو جدا، برافو. طيب خليني كده يعني، شكرا جدا يا ايه والله، يعني خليك بقى على ايه تواصل كده، ما اسال اي حاجه، انت او نورهان او محمد اسماعيل او محمد سعيد اي حاجه. تمام جدا. تمام، شكرا يا ايه. بصوا يا جماعه، المفروض نحط بيزكس كده في الاول، ويعني مين بوينت كده مبدئيا، محدش بيشتغل بروجكت مع كلاينت از فيسبوك، يعني ما ينفعش ان انت حد يكون محتاج يعمل ادز فانت اتس اوكي يلا بينا نعمل ادز، تمام؟ الاد ده لو نجح معاك اتس اوكي هيبقى صدفة، لو ما نجحش معاك فهو ده الطبيعي، لان انت المفروض ما تشتغلش كده. دي اول نقطة. تاني نقطة، لما بيكون عندك كلاينت معين او تشتغل مع كلاينت معين، لازم تشتغل معاه از ا بروجكت. يعني ايه از ا بروجكت؟ يعني انت بتاخد منه البروجكت كامل متكامل، زي ما قالت ايه، بتاخد منه بريف وتعريف متكامل من الكلاينت بتاعك، وتعرف منه كل التفاصيل اللي هو محتاج يوصل لها، تمام؟ ده بتعرف منه ازاي؟ بتقول له والله انت محتاج تكون انت توصل لايه وايه احلامك بالظبط، واحنا المفروض ان احنا نشتغل على هل ده ميجر، هل هو ده ينفع يتحقق ولا لا، ونبتدي نشتغل لك على الاوبجيكتيف بتاعك. دي حاجه. حاجه تانيه، لما تيجي تشتغل معاه لازم تاخد منه بريف او ملخص كامل لكل البروجكت بتاعه. يعني ايه؟ لازم تكون انت عارف الاناليسيس بتاعته بتقول ايه، يعني مثلا هل البرودكت بتاعه لسه في البدايه الناس مش عارفاه وهو محتاج يبيع، فانت هنا في الحاله دي بتقول له لا والله البرودكت بتاعك اللي انت محتاج تبيعه ده مش هينفع يتباع دايركت، لازم يكون فيه اويرنس بتبتدي انت تفهمه، ولا البرودكت بتاعه هو منتشر في السوق ومحتاج يوصل بشكل اكبر وياخد ماركت شير اكبر، فبتبتدي تقول له والله احنا المفروض نشتغل باوبجكتيف معين، تمام؟ ولا البروجكت بتاعه واصل بشكل كبير، تبتدي توضح له لا ان البروجكت ده كويس جدا، انت محتاج عشان تاخد توصل لستيب تانية تحب تعمل بروسيس مختلف.
تمام. فاول حاجه خلينا متفقين عليها ان انت بتشتغل على على جزء معين، جزء محدد، هو ان انت في الاول تفهم الكلاينت اللي معاك او الاكونت اللي معاك ده ايه ظروفه بالظبط. طيب خلينا كده نقول حاجه معينه، الجزء بتاع الحاجات اللي انت المفروض تاخدها منه ككلاينت، انت محتاج تاخد منه ايه عشان تفهم في البريف ده بتاعه، او انت ايه اللي انت المفروض تشتغل عليه معاه. اول حاجه انت لازم تشتغل على الجزء بتاع البرودكت. يعني ايه؟ يعني اول حاجه لازم تشتغل على البرودكت نفسه، البرودكت اللي انت هتشتغل عليه والماركت ليه هو اساس كل حاجه. فانت لو معرفتش البرودكت بتاعه ايه وفهمت البرودكت بشكل مفصل يبقى انت مش هتعرف تشتغل معاه. فخلينا متفقين ان انت لازم تفهم منه البرودكت بشكل مفصل، تبقى انت عارف البرودكت بتاعه بيتكلم عن ايه، بيشتغل على ايه، الاد فاليو بتاعته ايه، والتفاصيل بتاعه البرودكت نفسه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم بتعرف منه ايه الناس او ايه البروجكتس اللي في السوق اللي هم شايفهم منافسين ليه، تمام، سواء منافسين اندايركت او منافسين دايركت. تمام، لازم تكون عارف البرودكت وتكون عارف تعرف منه المنافسين. طبعا ده قبل السيرش بتاعك وقبل ما انت تبتدي تشيك على الكلام ده وتشوف هل هم فعلا منافسين ليه ولا لا، تمام، او فعلا البرودكت بتاعه ده زي ما هو بيقول ولا لا، بس انت لازم تاخد منه التفاصيل دي. تاني حاجه او سوري تالت حاجه في المثلث بتاعنا، ان انت لما تيجي تشتغل معاه لازم تعرف هو بيستهدف مين بالظبط. تمام، ما ينفعش ان انا اكون ببيع برودكت بستهدف مصر كلها. تمام، ما ينفعش ان انا ابيع برودكت بيشتغل على كل حاجه. تمام، ده يعني مش صح خالص. تمام، امازون نفسها اللي احنا شايفينها دلوقتي اول ما اشتغلت خدت سيكتور معين اشتغلت عليه، سيكتور التكنولوجي ان هي بتبيع حاجات معينه، وبعد كده بدأ الموضوع يتوسع منها الى ما وصلت ليه لايه. فما ينفعش ان انت تشتغل 50,000 حاجه مع بعض، ما ينفعش. لازم تبقى انت فاهم كلاينت محددين، فاهم البرودكت بشكل محدد، فاهم الكلاينت، فاهم الكومبيتيتور بتوعك بشكل محدد. بعد ما بتعرف الثلاثه دول بتبتدي تفهم الماركت بتاعه رايح فين او السوق بتاعه ايه بالظبط. تمام، دي حاجات مهمه جدا لازم ان انت تشتغل عليها وتخلي بالك منها. تمام، طيب تعال كده بقى ناخد كده اول جزء معانا، انت المفروض لما تيجي تعمل استراتيجي اصلا بتشتغل على ايه. يعني انت دلوقتي هتعمل استراتيجي، البروسيس اللي بتمشي عليها ايه، المفروض البروسيس اللي انت بتمشي عليها تبقى عامله ازاي. في عندك 3 مراحل مهمين جدا 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 في اي بلان انت هتشتغل عليها، سواء ماركتنج بلان، سوشيال ميديا بلان، ديجيتال ماركتنج بلان، كونتنت بلان، بزنس بلان، اي بلان انت هتبنيها لازم في 3 مراحل اساسيين جدا لازم تشتغل عليهم. اول حاجه الاناليسز، لازم تعمل اناليسز بشكل يتناسب مع البيزنس اللي انت شغال عليه او البلان اللي انت هتشتغل عليه. يعني ايه اناليسز؟ يعني لازم تدرس الكلاينت، تدرس العملاء، تفهم البرودكت اللي معاك، التفاصيل دي كلها. تمام، فانت اول حاجه بغض النظر عن ايه اناليسز لايه بالظبط لازم تكون انت فاهم الاناليسز، لازم تعمل اناليسز للبروجكت اللي معاك. تمام، دي اول مرحله. تاني مرحله بتبني استراتيجي، بناء على الاستراتيجي دي بتبتدي ان انت تفهم هتلعب ازاي في السوق ده. تمام، تالت حاجه بتبتدي تشتغل عليها الاكشن. طب تعالوا كده ناخد يعني اكزامبل كده عشان نفهم الدنيا دي هتمشي ازاي او نقرب الفكر اكتر. اول حاجه لازم تشتغل عليها هي الجزء بتاع الاناليسيس. انت دلوقتي لو انت نازل هتلعب مثلا في ماتش كوره، ولنفترض ان ارضيه الملعب ده السوق اللي انت هتشتغل فيه، السوق اللي انت هتشتغل فيه، فانت لازم تفهم الملعب اللي هتلعب عليه ده مساحته ملعب ضيق ولا ملعب واسع، لازم تفهم الملعب اللي انت هتلعب عليه ده فيه رطوبه ولا ملعب كويس. تمام، لازم تفهم الاناليسيس بقى، دي كده مرحله الاناليسيس. تمام، خلاص انت شغال دلوقتي الكوتش بتاع الاكونت ده، ولازم ايه تكون فاهم كل المعطيات اللي معاك. تمام، طيب اللعيبه اللي معاك، انت معاك عدد من اللعيبه، بتبتدي تشوف اللعيبه دول هم البرودكت اللي انت هتنزلهم للسوق. اللعيبه دي انت المفروض لما هتنزلها للسوق هتنزل اني برودكت الاول، وايه الاد فاليو اللي هيضيفها في السوق. لا والله انا هنزل البرودكت ده في الاول، البرودكت ده الثاني، البرودكت ده الثالث،
المور وتبتدي تشوف توزيعاتهم هتمشي ازاي. لا والله البرودكت ده هيمشي في الحته دي في الجنب اليمين، البرودكت ده هيمشي في الجنب الشمال. فانت برضو خلاص زي ما احنا قلنا ارضيه الملعب هي بالنسبه لك السوق، المنتجات هي اللي هتوزعها على السوق على ارضيه الملعب. فانت لازم تبقى فاهم كل برودكت هتوظفه في اي حته بالظبط وحاطط له مهمه معينه. تمام. طيب بعد كده لازم تدرس المنافسين بتوعك، المنافسين اللي معاك، المنافس اللي معايا ده مين بالظبط، تمام، بيلعب بطريقه ايه، بيجري في الملعب ازاي، بيجري في السوق ازاي، طريقه الشغل بتاعته عامله ازاي. تمام. طيب خلاص انت درست وعملت اناليسيس، دي كلها مراحل اناليسيس. خلاص بتبتدي تعمل خطه تلعب بيها، تبتدي تعمل خطه تلعب بيها. طب الخطه اللي هتعمل دي بقى هي دي الاستراتيجي. انا والله هلعب مثلا بكل عشان بس بنحاول نقلل يعني نبسط المسج، بس عشان لو في ناس مش فاهمه معانا كوره كويس فبحاول ابسط الدنيا. انا هلعب بكل الناس اللي هلعب بيها دفاع، تمام، هدافع في السوق بتاعي عن المنتج ده. والله انا ههجم على السوق ده واحتل ايه السوق كله، ارضيه الملعب كلها، واجري في ارضيه الملعب كلها، تمام. هلعب والله بال 11 لعيب دول، هي دي المنتجات اللي انا هشتغل عليها. والله انا المفروض خلال الفتره دي محتاج ان انا استهدف اجيب جون او جونين او ثلاثه، فلا انا محتاج خلال الفتره دي احقق تارجت معين، تمام. فهي نفس الفكره. خلاص بنيت الاستراتيجي بتاعتك والدنيا تمام، وخلاص تنزل بقى تلعب الماتش بتاعك. خلاص انت كده بتاخد الاكشن، هنا الجزء الثالث اللي بتكلم عليه هو الاكشن، تمام. خلاص انت نزلت تلعب بتنفذ البلان اللي انت حطيتها، غير بقى ان يعني لو حصل اكسبشن، حصل دروب، حصل اي حاجه وانت شغال، لعيب اتطرد، منتج خد بلوك من العملاء. اه بالمناسبه الجمهور بتاعك او الجمهور اللي قاعد في الملعب هو ده الجمهور بتاعك واللي انت بتلعب علشانه، تمام. طيب فانت فيها تغيرات معينه، بتبتدي بقى تشكل الاستراتيجي بتاعتك وبتعمل عليها كنترول طول ما انت في الملعب، تمام. خلاص الدنيا ضاعت منك، الماتش خلص، خلاص انت بتحسب بقى انا كسبت ولا خسرت اخر السيزون، انا كسبت ولا خسرت، تمام. هي دي نفس الفكره بالظبط لاي بلان احنا بنبنيه. فانت هنا بتبني الديجيتال او الماركتنج استراتيجي بتاعتك في طريقه الشغل، فانت لازم تكون فاهم المراحل دي، تمام. خليني كده نسأل كده، الدنيا بالنسبة لكم كده واضحة ولا محتاجين الحتة اللي فاتت دي فيها أي سؤال أو تعديل؟ انتوا لو محتاجين حاجة نظبط عليها أكتر يعني، ممكن نشوف الشات لو حد برضه قعد. طيب أنا عندي كذا سؤال. اه قولي. هو أول حاجة، وأنا باخد البريف من العميل، لو هو العميل انا مش بدأ. سامع، معلش لو تعلي صوتك سنة بسيطة. تمام. طيب الصوت كده كويس؟ اه تمام. تمام. هو لو أنا وأنا باخد البريف من العميل، لو العميل بدأ يماركت عليا، بمعنى إن هو يقول لي أنا أجمد حد في الكون وأجمد حد في السوق، ويعني ببيع المنتج بتاعي حلو جدا وانا على شخص عظيم، بس يعني فهو مش عايز يقول لي الحاجات اللي هي ببتدي انا اقدر. اه فاهم. بص احنا قلنا في الاول خالص، قلنا احنا بعد ما باخد البريف بروح اتاكد من الكلام ده هل هو بيتكلم صح ولا غلط. يعني هو بيقول لي البرودكت بتاعي ده زي الفل جدا، خلاص وريني، يبتدي بقى اشوف التفاصيل بتاعه البرودكت. والله لا ده انا عندي منافسين مش عارف مين، ببتدي اشوف هل هم دول فعلا منافسين ولا لا، تمام، وابتدي انا ادرس. بس هو بيديني طرف الخيط وبناء عليه انا بشتغل واكد على كلامه واكمل، او ان انا بيحصل تضارب واقول له لا انت كده في حاجه عندك غلط وابتدي اشتغل على ده، تمام، طب وارجع هو للناس مثلا اللي اشترت منه واشوف الريفيو بتاع المنتج ايه. تمام، يعني لو هو قال لي على منافس مثلا، المنافس ده يعني المنتج نفسه بتاعنا شبه بعضه ومفيش أي اختلاف، بس هو الفكرة إن هو المنافس منتشر أكتر، إزاي بقى أنا أقدر أعرف إيه الأسباب إن المنافس ده منتشر أكتر أو إن حلو، هو بشوف الاد فاليو اللي بيضيفها للسوق، يعني ده المنافس بتاعك اول حاجه. طب انا دلوقتي المنافس بتاعي ده هل هو منافس دايركت ولا منافس اندايركت؟ يعني ايه دايركت واندايركت؟ ولنفترض مثلا ان انا ببيع مثلا ببيع دواء، حلو. طيب انا الدواء ده خاص مثلا بالصداع، حلو جدا. طيب انا دلوقتي لو الكلاينت دي عنده صداع ممكن يروح ياخد مثلا كونجستال او بنادول مثلا، حلو. طب كونجستال ده وبنادول دول نوعين ادويه، الاثنين منافسين لبعض دايركت، حلو.
ده منافس وده منافس والاثنين بيشتغلوا على الصداع. كونجستالي يقول لك والله انا اسرع مثلا، اسرع حاجه فعاله للصداع. نيجي بنادول يقول لك والله انا ما بنيمش. يعني انت لو عندك صداع وانت في العربيه وسايق ومسافر، او لو انت في محاضره او انت في الشغل، انت ممكن تاخد بنادول عادي جدا ومش هتنام، بس الصداع هيروح. تمام، كل واحد منهم حاطط اد فاليو والاثنين بيلعبوا على نفس اللعبه. وانا لو كلاينت هروح الصيدليه هشتري ده او ده. تمام، ده كده منافسين ان دايركت، منافسين مباشرين لبعض. حلو تمام. طيب ان دايركت ده بقى ايه؟ والله انا عندي صداع، اه انا بروح ايه اعمل كوبايه شاي واخد مثلا قرفه او اي حاجه مثلا اعشاب، والصداع ده بيروح على طول خلاص. يبقى كده بتاع العطاره او الناس بتوع العطاره مثلا، لما يروح في ناس بتروح لبتاع العطاره تقول له والله انا عايز الحبايات بتاعت الصداع والبرد. تمام، بيديله كده 5 حبات في كيس مش عارفين جايبينهم منين، بس هو ده بيبيع حاجه زي الفل يعني. تمام، وخلاص يبقى ده بتاع العطاره، يبقى ده حد اندايركت، ده منافس ليا. تمام، بيأدي نفس بيسد نفس النيدز بس بطريقه مختلفه، بيأدي نفس النيدز زي بالظبط بس بطريقه ايه مختلفه. تمام، ده كده دايركت وده اندايركت. فانا بشوف المنافسين بتوعه اولا هم دايركت ولا اندايركت. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه ببتدي اشوف حجمه في السوق وحجم انتشاره، هو منتشر، بيبيع فين، عدد العملاء بتوعه قد ايه، الفيزيتس اللي بيخشوا له على الويب سايت مثلا لو عنده ويب سايت قد ايه، وابتدي الف حوالين المنافس لحد ما اشوف. احيانا بتوصل بينا ان احنا بنتصل بالمنافس نفسه وبنحاول باسئله غير مباشره كاننا كلاينتس عادي نفهم الدنيا فيها ايه. تمام، ما هو ده اللي كان شوية بلخبطني، لأن أنا بحس إن يعني مثلا المنافس هو منتشر جدا في السوق، بس هو تواجده على السوشيال مش قوي، فبالتالي أنا مش عارفة أعمل له أعمل يعني. تمام. بنزل له وساعات كمان بروح للبياعين. يعني انا لو عندي بياعين، البياعين هم اللي عارفين البياعين بتوع الشركه التانيه، وبيتعاملوا مع بعض وبيتقابلوا مع بعض وبيفهموا كل تفاصيل السوق. بروح للبياعين، بروح لو انا مش هروح للبياعين او ما عنديش بياعين، بروح للعملاء اللي استخدموا البرودكت ده. السلام عليكم يا فندم، عليكم السلام، احنا من شركه كذا وبناخد من حضرتك تقييم او ايفالويشن عن البرودكت اللي حضرتك خدته. حلو، طب ايه التفاصيل، وابتدي اعرف منه كل المعلومات، تجربتك معاه وما الى ذلك. مفيش الكلام ده كله، بروح انا اشتري المنتج بتاع المنافس وابتدي افصصه واشوف الدنيا فيها ايه. تمام، كل الطرق لازم انا اوصل افهم. تمام. طيب جزء كمان هو الجزء بتاع الفلوس نفسه. لو عميل جه وقال ان هو عايز يكسب كتير جدا، او هو مثلا علشان يدفع 1000 جنيه هو محتاج يكسب 10,000 جنيه، ده مثال يعني، تمام. فهو ازاي بقى نتعامل مع عقلية العميل ده اللي هو يعني بص، هو هو عقلية فاهم؟ العميل، العقليات دي أولا لازم يكون في ما بيننا وما بينها أصلا ورق بنتفق عليه، لأن أولا كده العملاء اللي زي دول بعد كده بتلاقي الدنيا راحت في داهية، هو بعد كده كلامه بيتغير والقصة دي. فلازم يكون أصلا في كونتراكت ما بينك وما بينه، دي أول حاجة. تاني حاجة، مش هو اللي بيحدد ده. لما أنت هتحدد إن أنت عايز تكسب كذا، يبقى انا بقى هنا بعمل ايه؟ فاهم، انا بتاع الماركتنج وانا اللي اقول لك انت المفروض بتكسب كام في قد ايه على حسب هتبيع لي ايه. يعني مثلا ولنفترض ان انت عندك مثلا 1000 موبايل، حلو، وبتبيعهم مثلا في منطقه معينه. تمام، المنطقه دي العملاء بتوعها كلهم 100 شخص. حلو، طيب نعم، يعني انا هبيع ال 1000 موبايل ل 100 شخص ازاي؟ هو كل واحد معاه موبايل. تمام، فانت مش انا اللي شايف شريحه السوق، وانا اللي شايف المنتجات اللي هتكفي، وانا المنتجات اللي هتبيع، والسعر المناسب كام عشان تعرف تحقق منه مكسب كام. تمام، ولنفترض ان انت هتبيع اللي انت بتقول عليه ده، بس انت سعرك مش تنافسي، سعرك اصلا ما يجيبش الرقم ده، فلا انا اللي لازم بحدد الكلام ده. تمام، وبشوف انت وبالنسبة لل معلش أنا آسفة أقطع لا كلامك، لا بس حقيقي. بمناسبة السعر، هو المفروض إن أنا ليا الحق إن أنا أدخل في تسعير المنتجات اه مع طبعا، اه الكلاينت؟ طبعا اكيد، انا ليا الحق في كل حاجه، ليا حق ادخل في التسعير، ليا حق ادخل في الباكجينج، ليا حق ادخل في الكواليتي، ليا حق ادخل في طريقه البيع، ليا حق ادخل في كل حاجه. تمام، ان أوضح له ده إزاي وهو شايف إن أنا الشخص اللي بمسك له السوشيال ميديا بتاعته، بس أنا بقى هو اللي فاهم السوق وهو فاهم كل حاجة، ويعني أوضح له دي إزاي اللي هو أنا لا، محتاج انت إن أنا فاهمينه أسأل. بالبيانات. يعني انت
حاولي تثبتي له حقيقه هو فاهمها غلط بطريقتك. يعني مثلا هو لو فاهم حاجه معينه وانت فاهمه حاجه تانية، ابتدي اشتغلي على ان انت تبيني له تبيني له الصح. تمام؟ يعني مثلا انت دلوقتي هو والله عنده مثلا مشكله معينه، بيقول لك مثلا والله ده انا السوق ده مش عارف كلاينت مين باع ايه. تمام؟ انت تبتدي تبين له العكس. تمام؟ وبالادله. تمام؟ فهنا بقى تقولي له بص دلوقتي انا بتاعت موكلينج، انا فاهم السوق. تمام؟ انا الشغل دي شغلانتي انا اللي بدرس ده. ما اقتنعش خلاص، يبقى الناس دي عقليتها بتضيع وقت معاك. تمام؟ فبس انت حاولي تثبتي له بطرق عمليه، يعني الناس دي بتبقى عمليه اكتر يعني. طيب في ومع الجزء ان بقى بتاع ساعات بيكونوا هم على حق، عشان بس برضه تبقى انصافا للحق او للحقيقه، هم ساعات كتير بيكونوا على حق، لان هو بيكون اتعامل في البيزنس ده كتير. تمام؟ بس هو لو أكتر في متغيرات هو مش شايفها، في ساعتها اه ببتدي بقى اوضح له الكلام ده. تمام جدا. طيب الجزء بتاع الاستراتيجي بقى هو، وانا بحط الاوبجكت نفسها، انا بحس ان انا بتلخبط شويه، او بحس ان انا لما بقعد مع العميل المفروض ان انا يعني بساله انت عايز توصل بايه، فهو بيقول لي ان انا عايزه ابيع، وعايز انتشر، وعايز الناس تعرفني، وعايز كل حاجه. بصي ف هقولك على حاجه، خلينا كده كلنا متفقين على حاجه معينه، ان في اصلا اوبريشن ميتنج. تمام؟ يعني ايه اوبريشن ميتنج؟ يعني في ميتنج كده بيتعمل الاول، بتناقش فيه مع الكلاينت بشكل فريندلي جدا، بشكل عام جدا، ببتدي اتعرف عليه ويتعرف عليا وافهم دماغه وكل حاجه في الميتنج ده. قبل بقى ما نخش في التفاصيل دي كلها، بفهم من الكلاينت وبفهم شخصيته بشكل عام. الشخص ده اجريسيف، الشخص ده فريندلي جدا عادي، الشخص ده نورمال وممكن يتعامل، الشخص ده بيسمع للكلام ويصدق ويسأل، الشخص ده مثقف، الشخص ده مش مثقف. لانه يعني احنا مش بيتسمى كلاينت من فراغ، فاهم؟ هو بالنسبه للكلاينت فانت لازم تفهميه، لو انت ما فهمتهوش يبقى انت اللي عندك مشكله. يعني في الميتنج ده الاوبريشن ده بتبتدي تفهمي الدنيا فيها ايه. تمام؟ وتبتدي يبقى في ايه بقى اورينتيشن كده ما بينك وما بينك، يعني زي الفيرست امبريشن كده، تفهموا بعض. تمام؟ خلاص انت فهمتي وعرفتي الدنيا فيها ايه والدنيا تمام. تاني ميتنج بقى اللي هو الستارت شغل، اللي هو ستارت شغل بتبتدي تعرفي توجهيه ازاي، تبتدي تعرفي اه تجيب بقى تقعدي معاه وانت فاهمه دماغه وازاي الطريقه اللي تقنعيه بيها. تمام؟ وبتبتدي يعني مثلا انا قعدت مع كلاينت حاسه ان هو وانا بتكلم معاه هو مشتت، بيجيب كلام من اليمين وكلام من الشمال، وهو انا مش فاهم هو بيعمل ايه ولا هو فاهم اي حاجه، والدنيا داخله في بعضها ومش محدد واولويات ولا فاهم اي حاجه، ومش مش عارف الدنيا عنده ملخبطه. يبقى العميل ده انا ما سيبلوش اختيارات، ما سيبلوش الدنيا مفتوحه. يعني لما اجي اقول له الاوبجيكتيف بتاعتك ايه، ما ينفعش اقولها له كده، بقول له دلوقتي احنا عشان نشتغل لازم نحدد مع بعض احنا هنشتغل اويرنس ولا انجيجمنت ولا كول تو اكشن، اي حاجه في دول. تمام؟ وفي كلاينت تاني اقول له انت الاوبجيكتيف بتاعتك ايه، يقول لي والله الاوبجيكتيف بتاعتي ان انا خلال السنه دي اكون وصلت مثلا لنقطه التعادل وابتدي ان انا احقق. فاهمه؟ فهي على حسب العقليات. فانا اعملي بعد كده جزء اوبريشن او اورينتيشن كده، تقعدوا او في ميتنج فريندلي في الاول الدنيا دي كلها، وتفهمي منه دماغه ايه. تمام؟ بعد كده بقى الميتنج اللي بعديه بقى تبتدي بقى بتتناقش معاه يعني بيزد على الميتنج اللي حصل قبل كده. تمام؟ ودي واحده من التركات المهمه اللي مش كل الناس بتعملها، وبتيجي في اول ميتنج العميل بتاعها ما يجيش تاني خلاص، وبعد كده ما يردش عليه وخلاص، لان هو ما خدش منه اللي هو عايزه. تمام جدا، شكرا. عفوا، حد تاني عنده سؤال؟ مي بتقول إن الدنيا تمام بالنسبة لها، أسماء وياسر ومحمد ومحمود وبقية الناس، كمان إذا في ناس عايزة تخش بس أنا ما شفتش. ماشي، حد تاني عنده سؤال ولا نكمل؟ أوكي تمام، نكمل. لو حد عنده سؤال يقول. حلو. طيب انا خلاص قلنا الجزء الاولاني والطريقه بتاعتنا في ان احنا نشتغل اناليسز، وبعد كده نخش
استراتيجي والاوبجكتيف والقصص دي. خلينا بقى نشوف الجزء اللي بعد كده. اول حاجه لازم تخلي بالك منها وانت شغال على الاناليسيس، شوف الاودينس بتوعك. خلاص انت دلوقتي خلاص قعدت بقى بتبني الاستراتيجي والكلام ده كله، لازم تبقى عارف الاودينس بتوعك قد ايه. انا عندي والله ناس اصلا في المجال ده، تمام، من سن كذا لسن كذا، والناس دي ميل ولا في ميل، والناس دي هل هم عددهم قد ايه، تمام، الناس دي برضو عددها قد ايه. لازم تكون عارف الكلام ده، لازم تكون عارف الكلام ده، تمام. لازم تكون فاهم الاودينس بتوعك، التفاصيل بتوعهم بتاعتهم ايه، وهم الجندر بتاعهم قد ايه، وهل هم اصلا ناس اصلا مستواهم التعليمي رجال ولا نساء زي ما احنا كنا بنقول، سنهم كام، نسبتهم قد ايه، والكلام ده كله، تمام. فانت اول حاجه لازم بتقدمها له بتقول له والله انت الكلاينت بتاعك 1 2 3. لازم بتكون فاهم الكلاينت بتاعه طبعا بيزد على البريف اللي انت خدت منه، وبعد كده عملت سيرش ووضحت له الدنيا فيها ايه، وشفت ايه التفاصيل بتاعته، تمام. طيب خلينا بعد كده، انت خلاص فهمت الدنيا دي. طيب انا بعرف بقى الحاجات دي كلها ازاي والتفاصيل دي كلها. اول حاجه ببتدي اسيرش على الاحصائيات اللي موجوده، اول حاجه ببتدي اسيرش على الاحصائيات اللي موجوده في على النت نفسها، تمام، وبشوف في مواقع بتنزل احصائيات على حسب كل اندستري نفسها، وفي نفس الوقت ببتدي اشوف الكلاينتس اللي موجودين على السوشيال ميديا. يعني مثلا ممكن ندخل مثلا على فيسبوك انسايت، طبعا اللي هي اتلغت حاليا، بقت موجوده في التولز بتاعت فيسبوك نفسها في البيزنس تيوب، وانتوا ممكن تلاقوها، بتلاقي التفاصيل كلها. لو انت دخلت على الاكونت بتبتدي تشوف التفاصيل بتاعت الكلاينت بتاعك، وانت محتاج توصل للكلاينت ازاي، والتفاصيل بتاعته بكل ما فيها، والله الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا من سن كذا لسن كذا، اللي مهتمين بالاندستري دي وما الى ذلك، تمام. فدي حاجات لازم انت بتكون شغال عليها، تمام. طيب بتعرف، خلاص عرفنا، قلنا من السوشيال ميديا بتخش زي ما قلت لك على بزنس سيوت، وبعد كده بتخش على الجزء بتاع الانسايت، ومن الانسايت بتخش على الجزء بتاع البوتنشال، وتشوف التفاصيل بتاعت الكلاينت اللي موجودين على مثلا على الانترنت او على او على فيسبوك نفسهم قد ايه، بتعرف التفاصيل دي كلها، او بتخش تعمل سيرش على الاندستري دي، تعرف الشريحه السوقيه فيها قد ايه، وكل التفاصيل بتاعت الكلاينتس بتلاقيها موجوده، تمام. بتبتدي تسال الناس الانترستد، اصلا الناس الانترستد واللي بتشتري، قائمه العملاء القدام، قائمه العملاء القدام، تمام. تعالوا كده مثلا اقول لكم قائمه العملاء القدام يعني ايه. يعني انت دلوقتي انا في عملاء اشتروا مني قد كده، حلو، طب العملاء دول قد ايه، يعني العملاء ده العملاء دول قد ايه، تمام. والله العملاء دول مثلا 50 شخص، طب ال 50 شخص دول سنهم من كام لكام، تمام، ال 50 شخص دول سنهم من كام لكام. طب والله ال 50 شخص دول المفروض ان هم موجودين على السوشيال ميديا ولا مش موجودين، 50 شخص دول سنهم متجوزين ولا لا، ال 50 شخص دول الدنيا معاهم ماشيه ازاي، وبتدي تعرف بقى التفاصيل بتاع ال 50 شخص دول، مين اللي بياخد القرارات بتاعتهم، تمام. هحاول اجيب لكم البيزنس المفروض بيدخلك على البيزنس اوفر فيو، وبيدخلك زي ما انتم شايفين هنا، تمام،
طلع نت فظيع يعني، مش عبال ما يفتح. المفروض ان هو بتعرف منه التفاصيل كاملة او بتعمل سيرش. يعني مثلا حاليا انت عندك مشكلة، عندك مثلا شغال في اندوستري السيارات، حلو، فبتشتري بتبتدي تعرف كم حد في مصر اشترى سيارات، اكتر انواع العربيات المبيعا في مصر مثلا، بتبتدي تشوف اكتر الناس، اكتر مخالفات الطرق اللي حصلت، بتبتدي تسيرش على التفاصيل دي كلها، بتلاقيها موجوده في الاخبار، تمام، قنوات الاخبار او الصحف الالكترونيه، او بعد كده بتلاقيها احصائيات نازله من الوزارات او من الهيئات والرقابات اللي موجوده، بتبتدي تشوفهم من على السوشيال ميديا، من الانسايت بتاعه البلاتفورم نفسها، تمام. خليني كده اقول لك الانسايت، تمام. فانت لازم بتعرف ايه الكلام ده كله من خلال السيرش بتاعك، فبيجيب لك طبعا كل الاحصائيات اللي انت محتاجها، تمام. انتوا البرزنتيشن كده او الشير جايب لكم البيزنس سيوت بالنسبه لي، ولا مش عارف. بتبتدي تشوف هنا الاودينس، تمام، وبتخش على الجزء بتاع البوتنشال، تمام. انتوا بس اكدوا معايا ان الشاشه انتوا شايفينها يعني، تمام، بس محتاج حد ياكد معايا عشان هو نكمل. اللي ظاهر السيرش بتاع جوجل، مش ظاهر؟ طب اوكي يعني ثانيه، لو حضرتك بتعمل سيرش اهو. انا بس بحاول اجيب لكم بزنس سيف هنا، بس كده ظهرت. هو بدأ يظهر حلو جدا. بص بقى من دلوقتي، هنا ظهر هتخش، هتخش على اودينس، بعد كده تخش على البوتنشال اودينس. من هنا بقى بتبتدي انت تشوف كل الانسايت اللي انت عايزها، بتعمل فلتريشن، ومن الفلتريشن بتقول والله انا مثلا محتاج ايجيبت مثلا، او مثلا كايرو ايا كان يعني، تمام، من سن مثلا كذا، مثلا 18 مثلا لحد 62، لحد مثلا قلنا خليها مثلا 29 مثلا. الناس خلاص، كل الناس اللي في القاهرة من سن 18 ل 29 هم عبارة عن 5 مليون و200 ألف، تمام. طيب خلينا مثلا نقول ان هم interested مثلا بالكورس مثلا زي ما احنا كنا متفقين، تمام. خلاص الناس اللي interested جوه القاهرة أصلا، كل الأودينس من 12 ل 29 ال interested بالعربيات هم 130 ألف شخص، دول كل اللي في القاهرة، تمام. طيب وجوه مصر أغلبهم سيدات ولا رجالة؟ لا أغلبهم رجالة، تمام. طيب هم interested بإيه بالظبط؟ كبيجز، هم interested بالحاجات اللي بيحبوها، بيبسي وسامسونج واحمد حلمي وام بي سي 2 والحاجات دي كلها، بتبتدي بقى تعرف التفاصيل، تمام. او بتعمل سيرش مثلا، يعني دي تول من ضمن التولز الكويسه اللي هتساعدكم دي، يعني بالمره دي بدل الجزء بتاع البيزنس انسايت، تمام، اللي هو كان ملغي. طيب تعالوا كده مثلا نخش هنا مثلا اكتر العربيات مبيعا في مصر، تمام. طيب بتبتدي بقى، او ترتيب العربيات الملاكي الاكثر مبيعا، وكل اندستري على فكره بيكون ليها ليها الاناليسز بتاعتها، تمام. يعني كل اندستري، تمام، اسم التول زي ما احنا قلنا، بتخش على بيزنس سيوت، وبعد كده بتخش على الاودينس الانسايت، وبتبتدي تشتغل عليها. ده دي اسم، تمام، هبعت لكم الاسم في التول دي جوه فيسبوك يا جماعه، يعني التول دي اصلا جوه فيسبوك نفسه، تمام. فانا هبعتها لكم في الشات علشان برضو تكونوا ايه اللي عايز يسيرش او حاجه، تمام. هنا بقى بص، هنا يعني انا دلوقتي عارف الكلام ده منين، هنا او خلاص جاب لي العربيات الاكثر مبيعا، طبعا جريده المال من اكثر الجرايد
مهمه جدا اللي لازم تتابعوها، تمام؟ لانها بيزنس اكتر. هنا مثلا بيقول لك والله كل بقى الاحصائيات والله، تمام؟ يعني مثلا نيسان صني هي من في المرتبه الثانيه في المبيعات، تمام؟ انت خلاص لو انا ببيع عربيات انا عرفت ايه اكتر عربيات اللي اكتر مبيعا، تمام؟ علشان كده الكلاينت بيحتاج، فدي حاجه اساسيه. مش عارف، وجاب لك هنا بنحو يعني كل التفاصيل، ان مبيعات السيارات في مصر سجلت نمو 37%. يعني انت خلاص، انت كل المعلومات موجوده، بس هو اللي يسيرش بشكل كويس ويبتدي ان هو يشتغل، تمام؟ في 50,000 واحده اتباعت خلال الربع الاول، تمام؟ خلاص انت هتلاقي، بص هنا مثلا خلاص تويوتا كرولا ونيسان صني وهونداي، خلاص انت هتفهم لوحدك الاودينس والاكتر مبيع ده كده. سيرش واحد يعني كده بس، مش عملت سيرش ولا استخدمت التولز بتاعت جوجل في السيرش ولا اي حاجه، انا مجرد كاني واحد عادي جدا بيعمل سيرش، مش بتاع ماركتنج بقى، ولا انا حطيت كوما ولا جربت بكذا كيوردز ولا اي حاجه، تمام؟ انا مجرد عملت سيرش بسيط جدا. فانتوا مع السيرش الكتير وبكذا كيوردز الكلام ده كله، لا انتوا الدنيا بالنسبه لكم هتفرق، يعني انتوا الدنيا بالنسبه لكم هتفرق، تمام؟ تمام. طبعا بعد استخدام بقى التولز بتاعتنا زي ترندز كيوردز والكلام ده كله، هيجيب لي الاكتر اعمل سيرش على ايه، تمام؟ طيب، ده الجزء الاولاني، ان انت تطلع الانسايت بتاع الاودينس نفسهم، الاودينس نفسهم انترستد باني برودكت بالظبط، والتفاصيل بتاعه الاودينس تقدروا تطلعوها يا اما من سيرش، يا اما من الاخبار، يا اما من الهيئات والوزارات اللي تابعه ليهم، يا اما من الاودينس نفسهم، يا اما من السوشيال ميديا والاناليسز بتاعتها، تمام؟ ده الجزء الاول بتاع الاناليسز، و بتبتدي تشتغل عليه بشكل زي ما احنا قلنا كده. حد عنده سؤال في الجزء بتاع الانسايت ده؟ أنا عندي سؤال، لو أنا بشتغل على أكاونت بتاع حد مش في مصر، يعني أكاونت سعودي، وهو البيزنس ده بي تو بي، فالمفروض إن أنا أوصل برضو اللي هو الأودينس بتوعي دول إزاي؟ لأن أنا حاسة إن الموضوع صعب شوية إن أنا ألاقيهم أصلا على السوشيال ميديا. طيب تعالي ناخد كده مثال، هيكون زي ايه بالظبط؟ هو الأكاونت اللي كان معايا ده أكاونت مصاعد، شركة مصاعد يعني، وهي سعودية، وهو الأكاونت فيه جزء بي تو بي وجزء بي تو سي. يعني بي تو بي لو أنا بشتغل مثلا للمستشفيات، للشركات الكبيرة إلى آخره، وبي تو سي لو مثلا اللي هو المصاعد اللي هي المنزلية بقى وكده. تمام. الاحصاءات بقى انت محتاجه تعرفي الاحصاءات بتاعه الناس اللي لا، هم، هو أنا محتاجة أصلا أفهم العميل ده بيفكر إزاي عشان أقدر أخاطبه، أو إن هو أوصل له إزاي، لأن أنا حاسة إن الداتا أنا مش بتاعه فاهمة البيع، أصلا يعني اوكي، الداتا الإيه. بتاعه، الداتا بتاعه البيع القديمه، يعني الداتا بتاعه البيع القديمه فين؟ يعني انا دلوقتي انت بعت بكام قبل كده، فاهمه؟ انت بعت بكام، تمام؟ يعني انت بعت بكام؟ بعت لمين؟ لا، هو انا يعني مش عارفه حضرتك فهمني ولا، بس انا اقصد ان يعني مثلا انت دلوقتي الشخص عايزه تشوفي الناس اللي بتشتري اسانسيرات دي اصلا عاملين ازاي؟ شكلهم ايه؟ مين هم اصلا؟ صح؟ صح. حلو، بجيب الداتا بتاعت البيع القديمه، يعني انا اشترى مني قبل كده 100، مني قبل كده 100 شخص، حلو؟ تمام؟ حلو. طيب ال 100 شخص دول هم مين؟ هل هم مستشفيات ولا هل هم ايه بالظبط؟ دي حاجه. حاجه تانيه، كل اندستري بي تو بي اللي مسؤول فيه عن الجزء ده اداره المشتريات. يعني لو رحنا مستشفى، اداره المشتريات هي المسؤوله عن الاجزاء دي. حلو؟ فانا ممكن من خلال لينكد ان ابتدي تارجت الناس المسؤولين عن اداره المشتريات. تمام؟ طيب، وابتدي اشتغل على حاجه اسمها اس تي بي. ابتدي اشتغل على حاجه اسمها اس تي بي اللي هو السيجمنتيشن والتارجت والبوزيشن، تمام؟ انا دلوقتي عندي بتوع المستشفيات دول، دي دول جوه السيجمنتيشن، بتوع العمارات، بتوع الفيلل، بتوع الناس العاديه اللي هم ممكن يشتروا
قطع غيار او اسانسير لو هو عنده بيت بيبنيه، تمام؟ طيب ابتدي اقسم دول بقى تارجت جوه بقى كل واحد لوحده، وابتدي اعمل لهم البوزيشن بتاعهم، تمام؟ وابتدي اشتغل على ده. ابتدي اعمل حاجه تانية، اشوف المنافسين، وبناء على المنافسين اشوف هم بيماركتوا لنفسهم ان هم باعوا لمين، وابتدي اروح للعملاء دي ابتدي اشوف هم شخصيتهم عامله ازاي. يعني مثلا دلوقتي ممكن تلاقي مثلا شركه اسانسيرات بتقول النهارده انتهينا بالتعاون مثلا مع شركه مثلا ريال استيت كذا، ان احنا نركب لهم كل المصاعد مثلا، حلو. فخلاص انا ابتدي اشوف بقى هم اتعاملوا مع شركه بتاعه كومباوندز، خلاص انا ابتدي بقى اشوف شركات الكومباوندز اللي لسه هتتفتح، وابتدي اكلمهم عشان اعمل معاهم ديل، واحط دول في تارجت لوحدهم، تمام؟ وابتدي اقسم بقى اعمل كده استراكشر لكل كلاين. يعني انا دلوقتي هنيجي دلوقتي في الجزء بتاع الاستراتيجي بتاعه المنافسين، وابتدي اشوف التفاصيل بتاعتهم. يعني ابتدي اشوف كده المنافسين بتوعي الطرف التفاصيل بتاعتهم ايه، تمام؟ لما تيجي برضه ساعتها هقول لك تفاصيلهم ايه، تمام جدا. تمام؟ تمام. ليلى بتقول لو بشتغل على اكونت تخسيس انظمه، انا كل لما ادور الاقي عيادات تخسيس باجهزه، فممكن اتصرف ازاي؟ لا مش فاهم، يعني لو بشتغل على اكونت تخسيس انظمه نظام غذائي وكده، صح؟ انا كل لما ادور الاقي عيادات تخسيس، يعني عشان انت بتدوري بطريقه غلط، يعني ام شور. ايه الكيوردز اللي بتدوري بيها؟ هاي، ازيك؟ هو الفكرة كلها ان انا دلوقتي معايا دكتور، بس هي معتمدة على الانظمة، يعني نظام غذائي نيوتريشن مور ذان اي حاجة تانية. فكل العيادات دلوقتي لما يعني مثلا بدخل بشوف مثلا مين عايز يخس، او عيادات التخسيس لا كلها بتتكلم عن الاجهزة بتاعت الكتاشبين او الار، مش عارفة ايه، يعني كلهم حلو. بيعتمدوا على الاجهزة مش على النظام الغذائي. فانا يعني دلوقتي يعني على الأجهزة مش على النظام الغذائي، صح؟ بالظبط طب الناس بقى اللي هي بتدور على نظام غذائي بتدور ازاي؟ أو بتدور بتقول ايه؟ يعني مثلا انا جبت المشاكل بتاعتهم، بس دي مثلا ان هم مثلا بيبقوا مش عارفين ياكلوا ايه بالليل، بياكلوا حاجه يعني عايزين حاجات مثلا بدائل الاكل الحلويات الحاجات دي، لكن جوه مثلا ما بيتكلموا على الاجهزه. يعني معظم الناس دلوقتي اللي هو انا عايزه اخس بسرعه، فانا هروح يعني الجهاز ده بيخسسني مثلا 5 كيلو، فانا والباكج حلوه، فانا خلاص هروح اتفق معاه. فمعظم في ناس قليله قوي بلاحظ ان هم لا احنا مش عايزين نظام، بس يعني مش عايزين اجهزه، عايزين نظام، بس دول قليلين جدا، يعني قليل قوي لما بلاقي حاجه زي كده. لكن معظم الناس عايزه تخس بسرعه، يا اما ادويه يا اما اجهزه. طب انت عارفه ان في ناس بتدور بنظام غذائي للتخسيس، ونظام غذائي للجيم، ونظام غذائي للتنحيف، دي كلها ناس بتسيرش، يعني معدل السيرش فيها عالي كمان. يعني بصي البوزيشن هنا، في ناس كتير بتدور على نظام غذائي للتخسيس والقصص دي، يعني في، يعني انا دلوقتي يعني بس بصي دايما نظام غذائي للتخسيس الفاليوم بتاعها كام، يعني في ناس بتدور على نظام غذائي للتخسيس. تمام. يعني اصل الفكره كلها لما جيت اشتغل معظم حتى العيادات اللي بتظهر لا يعني هما بيتكلموا على الاجهزه، بس انا ما عنديش اجهزه. انا يعني هي دكتور بتبليف ان هي من النظام الغذائي وال يعني التمارين البسيطه لا الانسان يقدر يخس وما يحرمش نفسه من الاكل، وهو ده يعني ده الفاليو اللي عندها. يبقى انت انك محتاجه تعمل تعملي awareness لو انت مش لاقيه الناس دي بشكل، بس لازم تكوني محدده الناس عشان تقدري تعملي لهم awareness. يعني انت حتى الاورنس اللي هتعمليه انت مش عارفه برضه، اشتغلي يعني زي ما كنت لسه قايل، اشتغلي على اس تي بي، حددي ناس معينه وحددي بوزيشن وابتدي اشتغلي على ده، تمام؟ محمد سعيد تقريبا كان عايز يضيف لك حاجه، يعني تقولي، يعني تقريبا عايز يضيف حاجه، انت لو عايز تضيف حاجه اتفضل يا محمد. تمام. انا هي برضو مش السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك؟ المفروض اعمل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. هو بس عاوز اقول لها حاجه، اللي هي مش عارف مين اللي كان ماسك الاكونت بتاع التخسيس. هو في حاجه هي اسمها ويل فيت جو، ويل فيت جو شفتها من يعني اكتر من مره على السوشيال ميديا، وعاملين شغل كويس. هم بيجيبوا الفنانين مثلا بيستخدموهم كانفلونسر من ستارز، اللي هو هو انت الابلكيشن لو اللي شايف عليه الناس المشهوره الممثلين والمغنيين وكده، لو انت شايف البورد وبيقدموا عندي برنامج قول لي كده، ده صح؟
will take go. انا سمعت صح؟ ايه انا مش سامع، هو الصوت بيقطع. بقول لك انا كده كاتبها صح لو انت شايف الشات، لو انت شايف او بعتها لنا او ايه، بحيث ان احنا نوريها بشكل. هي بس محتاجه تفهم الاودينس بتوعها. بص، هو الفكره ان الاودينس بتوعي انا، يعني انا بحاول دلوقتي ان انا اوصل لناس عايزه من الاخر يعني healthy life more than اي حاجه تانية. من ده اللي انا يعني عايزه اعتمد عليه، ان الناس مش عايزه اخليها من الاخر لا ممكن اعمل دايت بس مش لازم احرم نفسي من كل الاكلات. ليه ما دورتش ان انا احسن من الكلام الفيجيتيريانز؟ الفيجيتيريانز دكتور، بس الفكره كلها الفيجيتيريان ليهم اكل معين، وعشان الاكل المعين هم محتاجينه عشان كنت فيجيتيريان المواد يعني الحاجات اللي بنشتريها غاليه مش رخيصه. عايز اقول لك ان انا فيجيتيريان وبدور على اكل غير الاكل اللي احنا بنجيبه ده. يعني اعتقد في اكيد زي ناس اللي هو انا بندور على اكل ناكله عادي جدا نلاقيه في اي حته عادي جدا، فاهمه؟ يعني انا مثلا لو انا مثلا مش مع الفيجيتيريان اصلا. ايه معلش مش سامعه. يعني مثلا انا بره في شغل في حاجه. الو معاكي؟ انا سامع، مش عارف لو حد تاني سامعاني. كده سامعك معلش. بقول لك لو انا مثلا بره او في شغل او حاجه وببتدي ادور على حاجه اجيبها تبقى ما فيش غير ساندوتشات، ساندوتش بس، فاهمه؟ ما فيش اي حاجه تبقى معبره ان هي فيجيتيريانز بشكل، فاهمه؟ فدي ممكن تكون نقطه برضو. ما انا السيجمنت بتاعتي مختلفين. انا عامله دايت مثلا للناس الحوامل علشان دايما هم بياكلوا حاجات كتيره وبيتخانوا عليها وبيوصلوا لمرحله انا مش عارفه اخس، وبعد الولاده كمان بيحسوا ان هم بيدخلوا ديبريشن. فانا ممكن امشيهم على نظام غذائي صحي ياخدوا منه كل العناصر بس في نفس الوقت مثلا ما يتخنوش، وفي نفس الوقت انا بحافظ على حياتها وحياه البيبي. يعني مش فكره بس ان انا اكل حاجات غلط مثلا واتخن لا انا ممكن اكل حاجات مش unhealthy في نفس الوقت اوصل ان انا اتخن فعلا، وفي نفس الوقت انا ولا استفدت ولا البيبي استفيد. ده تارجت لوحده، يعني ده ناس لوحدها انا بلعب عليهم. مثلا الناس اللي هم في الشغل او متوترين والضغط وكده، فانا بلعب عليهم ان انا بجيب لهم انظمه غذائيه مثلا تعوض الحلويات والحاجات دي، وفي نفس الوقت حاجات سهله بحيث انه ممكن ياخدوها معاهم زي سناكس وكده بدل ما هم. يعني انت مثلا ما فكرتيش تديلي مع مثلا مطاعم عاديه بحيث ان هي تكون قريبه منك، قريبه من كذا مكان؟ يعني مثلا في كل منطقه دي مع مطعم ان هو عنده مينيو فيجيتيريان وانت تاخد منك نسبه، فاهم؟ هي الفكره ان العياده لسه ستارت اب، فهي ان هي يعني هو ده ممكن بعدها شويه. انا في المرحله دي انا بس بعمل فاليو ليها وبعمل اويرنس اكتر من ان انا اعمل لها يعني ادخل في حاجات تانية، لان هي في نفس الوقت لسه بتبتدي، فهي حاسه ان انا يعني برضو مش يعني خايفه تدفع اكتر فتفصل. طب وانا عندي سؤال لك يا ليلى معلش. هو المفروض ان انت ايه المشكله؟ المشكله ان الدكاتره المنافسين اللي يعني حواليها عندهم الاجهزه دي وهي الدكتوره دي ما عندهاش. بالظبط، دي حاجه من الحاجات ودايما. طيب بصي، هو اللي انا اعرفه يعني وبرضه تاكدي من المعلومه دي، ان الاجهزه دي نفسها بتحتاج ان انت بتوازي، يعني مثلا اجهزه تخفيف الدهون بتاعه البطن وكده، فانت بتحتاجي بتوازي ان انت تبقي ماشيه على نظام غذائي بالفعل، يعني مش مجرد ان انت تعملي يعني تخدتي الدهون. انا فاهمه بس العيادات نفسها كده. انت لعبي على الجزء بتاع الاستمراريه اللي هو ان مثلا حد عايز يخس بشكل سريع بس في نفس الوقت ممكن يتخن تاني او الموضوع يجيب معاه نتائج عكسيه. انت لعبي على يعني ايه؟ هو لسه محمد سعيد بيقولها لعبي على نفسيا. يعني ايه يعني؟ لسه استاذ محمد سعيد او محمد سعيد بيقولها لعبي نفسيا، يعني هو كان بالظبط ونفسيا يعني. ايوه اللي هو ان العميل بتاعك ده يحس ان هو في حاجه ان هو يعمل نظام غذائي حتى لو خد منه وقت طويل، بس هو في نفس الوقت لا هو النظام الغذائي ده ليه نتائج يعني فيما يعني بعد احسن بالضبط. احسن من الحاجه بسرعه يعني دي هتبقى هي الحاجه يعني اللي بتوافق مع القيمه اللي هي بتقدمها. بالظبط، بس هي القيمه اللي هي بتقدمها دي اللي انا يعني من كلامي معاها اكتشفت ان هي فكره انها طلعت منها ان هي ممكن تعمل دايت تاكلي براحتك، يعني تاكلي برضو اكل بيتي وكل حاجه، وفي نفس الوقت ما تتحرميش، وفي نفس الوقت بتخسي بس بطريقه صحيه.
يعني فاهمه اللي هو في كومبوننت كده لما بنحطها احنا بنتخن، بس ممكن نستبدلها بحاجات ثانيه بتبقى احسن وفي نفس الوقت بتخسسني. فبالتالي انا بلعب على الحته دي، ان الفكره ان التخسيس مش حرمان، هو التخسيس مجرد لايف ستايل ممكن تكبر بيه، وفي نفس الوقت ما تحرمش نفسك من اي حاجه وتحس طول الوقت انا مستني يوم الفري. You can eat anything بس بطريقه معتدله، وطول ما انت عارف انت مقدارك ايه والسعرات الحراريه والحاجات دي، وانت محتاج ايه وازاي تعمل حاجتك بنفسك، ما تاخدش وقت، وفي نفس الوقت ما تصرفش برضه يعني كتير، لان الناس كتير بتحس ان الدايت لا لازم اجيب اكل معين وعايز سني ممكن اصلا تعملي تفاعل بينك وبين الاودينس بتوعك، اللي تعملي بقى تحديات وكده، الموضوع بيفرق جدا مع الناس. ممكن تعملي كومبيتيشن علنيا، ان ممكن في خلال الشهر ده هنختار مثلا 6 عندهم سمنه ونشوف التحدي ده اللي هيكسب هيبقى ليه حاجه معينه، وتبتدي تقولي الناس بقى تتابع الكلام ده والناس تعمل فوت، لان فاهمه يعني تمام. او ممكن انا كنت اساسا انا كنت بفكر في حاجه اللي هي فكره ان انت شير يور تالنت، ان انت الناس بتشير حاجتها واكلها، بيحس ان هم يشجعوا بعض، ما يحسوش ان طول الوقت انا مش عارف اعمل اكل، او لو في ناس تفيد ناس يعني انا كاودينس ممكن اعمل اكل. تدخلي على الجروبات اللي هي اصلا فيها الاودينس اللي انت بتارجتيهم، زي مثلا هيلثي كيبر، هيلثي كيبر والحاجات دي، وتشوفي وتدخلي برضو على عكس اللي هو زي كيرش كيبر والناس دي، وشوفي بقى الناس دي بتفكر ازاي اصلا، او هي بتبحث عن ايه، بتدور عن ايه، الوجبات بتاعتها خلال اليوم، ايه مشاكلهم، هم عايزين ايه، اللي هم مثلا كل تارجت بتاعك يعني مثلا الناس اللي بتشتغل، فهتلاقي ان اكتر حاجه بتضايقهم هي مواضيع المواعيد اصلا بتاعت الاكل، وان هي مش عدم تظبطها مع مواعيد شغلهم بالظبط. هتلاقي مثلا ستات البيوت مشاكلهم اكتر في الجزء بتاع الرياضه مثلا، ان هم قاعدين في البيت هكذا يعني. فتشوفي كل اودينس ايه المشكله بتاعته والعبي له عليها، وكلميه خطيب من حيث المشكله دي، شوفي ايه الجيم بتاعته او يعني ايه البين بتاعته، وتكلمي معاه في النقطه دي بقى. تمام، ثانك يو، ميرسي، شكرا. تمام. طيب خلينا نشوف مثلا حاجات تانية، او في حد مثلا بيسأل على حاجة تانية. يعني كان في حد بيقول لك يعني جوجل هتكون افيد لك في جزء المصاعد. في مثلا اسماء بتقول لو شغلي في اكاديمية كورسز خاصة بالاطباء نتعامل ازاي؟ بصي ميديكال ريب زي شركات الادوية، يعني ممكن تتعاملي كمان مع شركات ادوية تسوق لك معاها، تعملي معاها دي. الموضوع بالنسبه لشركات الادويه اونلاين بيكون يعني لو هم التارجت بتوعي لا لازم الناس تروح لهم، تمام. فالموضوع بيبقى محتاج ان الدكتور يجي ياخد كورس، ده بيبقى بالنسبه له انا دكتور هاخد كورس، تمام. يعني بالنسبه يعني كمصر يعني فالموضوع محتاج دراسه كتير جدا، وطريقه دخول للدكاتره نفسها، يعني ازاي انا ادخل للدكتور نفسه واقنعه ان هو في كورس معين هو ممكن ياخده، فاهم؟ هي محتاجه مقابلات، يعني يشتغل اكتر بابليكيشن اكتر من ان هو يشتغل سوشيال ميديا اعتقد يعني. وطبعا الموضوع محتاج دراسه اكبر بكتير يعني، تمام. ازاي اظهر احصائيات على جوجل زي اللي موجوده على الشاشه؟ اشتغل على جوجل اناليتكس، تمام. هيفيدك يعني، هتلاقي فيه احصائيات كتير جدا بشكل كبير. ولو عن المنافسين اشتغل على الجزء على بتاع ده سيميلر ويب، على سيميلر ويب زي اللي هو شغال على الشاشه ده، مش عارف شايفه ولا لا، سيميلر ويب، تمام. هيفرق معاك جدا يعني، لو انت شايفه انا بينته لك اكستنشن، مش عارف شايفه ولا لا، هيفرق معاك سيميلر ويب. واشتغل على برضو الجزء بتاع وومورك، برضو WOO مارك هيفرق معاك، تمام. الاثنين دول هيبينوا لك احصائيات كتير انت ممكن تقدر تشتغل عليه، تمام. لو مش واضحين بالنسبه لك ممكن ابقى اكتب لك اسمهم ورانك، ابقى اكتب لك اسمهم في ال اكتب لك اسمهم في الشات، تمام. طيب
خلينا كده نشوف لو في أسئلة تاني عشان نكمل الجزء بتاعنا. إيه تاني؟ آه كان بيقول ممكن تعمل برضه في اقتراح نفسين. مش اوكي وبانك تمام و سيميلر تمام. بعتهم لكم في الشات برضو تمام. ايه تاني؟ خلاص الحاجات دي هتعرفوا بيها الكلاينت وتدرسوا الكلاينت اهم حاجه زي ما قلنا، ندرس الكلاينت بشكل كبير. بعد كده بقى نخش بسرعه كده على جزء الاوبجيكتيف. لازم يا جماعه زي ما قلنا وانت بتحدد مع الكلاينت الاوبجكتيف بتاعه، ولازم تكون دارس الكلاينت نفسه اللي انت هتقعد معاه او الشخص اللي انت هتشغله ماركتنج. هل الشخص ده في افيلابيلتي ان انا اسيب له ناس كتير، اسيب له مساحات كتير يتكلم بيتكلم عادي واتكلم معاه والقصص دي كلها ولا لا؟ تمام. هقدر اديله مساحه في الاوبجكتيف ولا لا والقصص دي تمام. طيب بعد بقى ما بقعد معاه بحدد هل هو محتاج increase sales، محتاج يطلع بشكل كبير، ولا هو محتاج ايه بالظبط، وابتدي احدد له objective محدده يشتغل عليها تمام. دي اهم حاجه. طب احدد objective بناء على احتياجات البيزنس. يعني ما ينفعش مثلا يجي يقول لي والله المنتج ده جديد وعايز ابيعه، لا انت لازم نعمل awareness الاول. فبناء على الاناليسز اللي انا طلعتها ابتدي احط الobjective. والله ان انا المفروض اشتغل على البرودكت ده، اعمل عليه ابيعه مثلا واصدره. طب هو المنتج ده اصلا افيلابيلتي ان هو يتصدر؟ العملاء اللي انت هتصدر لهم دول اكشلي ناس هتستفيد من المنتج وعارفه عنه تفاصيل ولا لا؟ تمام. طيب بعد كده ممكن اشتغل على الجزء بقى بتاع الاستراتيجي بشكل واضح، انا هعمل ايه علشان ان انا اشغل الشانل بتاعتك وابتدي احقق لك التفاصيل بتاعك. والله المفروض ان احنا زي ما يعني مثلا لو كملنا المثال بتاع الكوره، لا انت المفروض تنزل للناس وتتعامل معاهم، او لا احنا مثلا المفروض تعلي الفانز بتوعك، لان البروسيس بقى اللي هتمشي عليه عشان تحقق الاوبجكتيف دي تمام. طيب دي الجزء بتاع الاستراتيجي. لازم بتحدد الاوبجكتيف وتحط له الاستراتيجي بتاعته. والله انا محتاج احقق بيع، طب انا هحقق بيع ازاي؟ هعمل اي كوميرس اشتغل عليه زي المنافس بتاعك، ابتدي انزل للعملاء بتوعك في النوادي واعمل بوست زي ما العملاء بتوعك اماكن تواجدهم هناك، زي مثلا المفروض ان انا اديل مثلا مع شركات تانية واعمل مع كوربريت ما بيني وما بينهم علشان ان انا اطلع بالبرودكت بتاعك، وابتدي احدد على حسب الاوبجكتيف البروسيس اللي انا همشي عليه تمام. طيب بعد كده بدخل بقى على الجزء بتاع التكنيكس والايديا الشانل، الشانل اللي انا هشتغل عليه. انا دلوقتي عندي سوشيال ميديا شانل المفروض اشتغل عليه، مش شرط ان انت تشتغل على فيسبوك والانستجرام او لينكد ان، او مش شرط كمان ان انت تقول له ده انا هخليك موجود على كل البلاتفورمز، لا هو ده مش اساسي. انت ممكن تشتغل على تو بلاتفورمز بس، ومن خلال الاثنين دول انت تعمل له امبروف بشكل كبير جدا تمام. فبتحدد بقى كل بلاتفورم هتشتغل عليها ازاي. والله انا تارجت الناس اللي هي موجوده على طبعا بيز على الناس اللي انت طلعتها موجوده على فيسبوك من سن كذا لسن كذا، دول اكتر ناس مهتمين بالبرودكت بتاعك تمام، او على البلاتفورم دي، وهشتغل بطريقه معينه تمام. طيب بعد كده طريقه الكونتنت بتاعتك وانت بتكتبها، طريقه الكونتنت بتاعتك وانت بتكتب. انت دلوقتي لو انت بتكتب كونتنت، لو انت بتكتب كونتنت، انت المفروض شغال على بتجيب الريسورس بتاعتك منين؟ والله انت اللي هتديني المعلومات عشان اقدر اكتب لك كونتنت، واخد المعلومات دي اروح اعمل لها انسايت على حسب الاودينس. يعني مثلا لو انا بقول مثلا ان الموتور بتاع عربيه مثلا اكس المفروض ان هو مثلا معالج بمثلا بتكنولوجيا اي بي، حلو، موتور بتاع عربيه مثلا نيسان معالج مثلا بتكنولوجيا اي بي، حلو. طب انا لما اجي اقول للعميل ده هو مش هيفهم اي حاجه تمام، فانا هبرمج ده بناء على ايه؟ الاودينس نفسه. لما برمج ده على اساس الاودينس اقول والله ده هي مصممه ان هي توصلك بشكل اسرع بنسبه 5%، حلو، خلاص انا اديته الفاليو بتاعته.
وهجنريت بقى الكونتنت ده ازاي، ان انا هحطه في مسج معينه تمام تكون كرييتيف علشان اوصل لك الكونتنت تمام. فانت لازم تشتغل معاه بنفس الطريقه دي وتفهمه ان انت هتعمله ده، عشان ما يجيش يقول لك انت كتبت لي كلمتين وهتاخد عليهم فلوس. لا، انا مش كتبت كلمتين، انا جبت من الريسورس وحولتها للاودينس انسايت عشان اتكلم بالفويس تون بتاعتك وابتدي اشتغل على ده. خلاص. طيب بعد كده المفروض اشتغل على ايه؟ المفروض اشتغل على الجزء بتاع الاستراتيجي بتاعتي، اوزع الكونتنت بتاعي، اقول له والله انا الكونتنت بتاعك هشتغل عليه طبعا بناء على الاوبجكتيف اللي انت حطيتها. والله الكونتنت بتاعك استراتيجي المفروض ان انا اشتغل اويرنس، بعد كده انجيجمنت بنسبه كام لكام على حسب الكوارتر او الشهر اللي انت هتشتغل معاه فيه. والله انا هشتغل معاك 40% في الاول اويرنس. طب انا بحدد ده بناء على ايه؟ بناء على الاوبجكتيف اللي انا حطيتها. انا دلوقتي عايز ابيع، حلو ماشي. طب هل الناس عارفه البرودكت بتاعك؟ لا مش عارفاه. خلاص يبقى انا هشتغل الاول على ان انا اعرف الناس بتوعك الاودينس كبراند اويرنس بنسبه 40%، وبعد كده هبتدي اشتغل في خلال الكوارتر ده 30% انجيجمنت، وفي الاخر خالص تارجت نفس الناس اللي عملوا انجيجمنت وانا كنت عامل لهم اويرنس عشان ياخدوا كول تو اكشن ويشتروا. الكلام ده خلال مثلا فتره معينه تمام. طيب بعد كده ببتدي بقى احدد بقى الاودينس اللي انا هشتغل عليهم دول قد ايه والتفاصيل بتوعهم تمام. والله الاودينس دول من سن كذا لسن كذا، وابتدي خلاص بناء على الاناليسز اللي انا طلعتها فوق دول الاودينس اللي انا المفروض اشتغل عليهم. هم دكتور، انتربرينورز، ايا كان بقى هم مين، انجينيرنج، ماركتيرز، ميل ولا فيميل، التفاصيل دي كلها تمام. طيب بعد كده بقى ببتدي احدد الجزء بتاع الكومبيتيتورز المنافسين بتوعك تمام. الجزء بتاع المنافسين بحدد في الديجيتال بلان او الفايل اللي انا بديه للكلاينت بتاعي المنافسين بتوعي عاملين ايه. والله ده المنافس بتاعك على السوشيال ميديا عنده 1250 شخص او عنده 100,000 تمام. يعني مثلا لو احنا قلت له والله ده الايه المنافس بتاعك عنده 100,000 شخص تمام، ده المنافس بتاعك عنده ويكنس معينه، المسج بتاعته ان هو بيتكلم بجزء انوفيشن شويه، لا والله ده ما عندوش كونتنت كويس وهو مش سبيسيفيك في الكونتنت بتاعه، فاحنا عشان كده هنبقى محددين في المسج بتاعتنا. ومثلا ده ايه الويب سايت بتاعه او ده الفيسبوك بتاعته تمام. بعد كده بقى ببتدي بقى اشتغل على ايه كل المنافسين بتوعي. دي حاجات طبعا كلها اكزامبل علشان ايه الدنيا تبقى بالنسبه لكم واضحه تمام. حد عنده مشكله في الاجزاء اللي فاتت دي او في تحديد جزء منها؟ انا عندي كذا سؤال. انا مش عارف مين بس اكيد دي مي صح؟ لا انا ايه صح ايه مي هي بتقول لا كله تمام. ايه هي اللي بتسأل؟ هو اول حاجه بتاعه البلاتفورمز وكده، انا عايز اعرف ازاي احدد الفرق بين الكونتنت اللي بينزل على مثلا فيسبوك وتويتر، يعني اغيره بناء على ايه، او يعني المفروض ان انا انزل هنا كونتنت وهنا مختلف، ولا عادي ان انا انزل نفس الكونتنت على كده؟ حسب الناس بتاخد انتراكشن على اي نوعيه في البلاتفورمز نفسها. يعني لو وقفنا عند الكونتنت شويه، خلينا نقول ان انا لازم احدد الناس اللي هم شغالين معايا او الناس اللي هم شغالين في في المجال ده المنافسين، والله ان هم شغالين على كونتنت معين. طب الكونتنت بتاعهم ايه او الكونتنت اللي هم شغالين عليه ايه؟ والله ده على فيسبوك بينزلوا كل يوم صوره كرييتيف بتتكلم عن شكل كوميدي. طيب المنافسين التانيين على انستجرام عاملين ايه؟ والله بيعملوا كذا. فانا ابتدي اصنف المنافسين بتوعي موجودين على اني بلاتفورم. والله كلهم موجودين على بلاتفورم مثلا انستجرام وفيسبوك، بس ما فيش حد منهم على سناب. خلاص يبقى انا هاكسكلود سناب، ويبقى انا هركز مع فيسبوك وانستجرام. حلو جدا. طيب الناس اللي انا شغال معاهم او المنافسين اللي معايا في المجال، والله المفروض ان هم عاملين على فيسبوك مثلا كل البوستس بتاعتهم فيديوز. خلاص انا كده احدد ده التوبيك اللي انا، وابتدي تيست بقى. يعني ابتدي ادخل مع العميل بتاعي في تيست، ابتدي تيست معاه كده واقول له واشوفه هو بيتفاعل معايا على اني بلاتفورم
واني طريقه بالظبط، يعني هو بيتفاعل معايا على اني بلاتفورم وبيتفاعل باني طريقه، انزل مره فيديوز، انزل مره تكست، انزل مره، وابتدي اشوف مقارنتي بالمنافسين وابتدي اشتغل على ده. تمام؟ يعني المفروض، طب هو جزء اللي هو طول الكونتنت نفسه، او ان انا مثلا انزل كلام كتير مثلا او كده، هو ده المفروض ان انا بحدده بناء على القيمه اللي انا عايزه اوصلها ولا ايه؟ يعني مثلا في براندات كبيره جدا بس هي مش بتعتمد اصلا على الكونتنت، هي بتعتمد على ان هي بتصور الحاجه اللي هي بتقدمها بشكل كويس جدا، ومش بتنزل اي يعني اي حاجه غير مثلا ممكن سطر واحد او حاجه بسيطه خالص. هي دي ده المهم، يعني جايب انتراكشن، جايب تفاعل والكلام ده. يعني تمام، بس هو هي بتجيب علشان هم بيدفعوا بشكل كويس يعني في الاعلانات. خلاص اوكي، انا اشتغل على نفس القصه ان انا ادفع كويس. لو انا مش هقدر ادفع كويس، ابتدي اشتغل على اكتر من نوعيه كونتنت، واشوف اني اكتر نوعيه من الكونتنت بتفيدني اكتر، واني نوعيه من الكونتنت بتبتدي تضيف لي اكتر. طيب تمام. طيب هو المفروض ان انا وانا بحدد الفويس والتون بتاع البراند وكده، المفروض ان انا بحدد ده ازاي، وازاي افرق اصلا ان انا يعني ما بين الفويس بتاعي وما بين الفويس بتاع البراند نفسه؟ لان بحس ان اوقات الانسان يعني طريقته هو في الكلام بتغلب على طريقة المفروض ان البراند يبان بيها يعني. تمام، الفويس تون بتاعتي وبتاعت البراند. مبدئيا كده انا عندي نوعين من طريقه الشغل، يا اما بشتغل فويس تون واحده باسم البراند وهي هي نفس التون دي اللي بشتغلها مع الكلاينتس عندي. يعني مثلا لو انا دلوقتي ببيع مثلا لو انا شركه فودافون مثلا، تمام. طب انا كده فودافون عندي اكتر من طريقه، عندي فودافون بيزنس وعندي مثلا فودافون الكارت. حلو، طيب هل انا كفودافون هتكلم ازاي مع الناس؟ انا عندي ناس بيزنس، وانا كفودافون شركه ليا قامه كبيره، وعندي ناس اصلا لوكال بتشتري كارت ب 10، او يعني مع اكيد مع احترامي لاي حد، ناس بتشتري كارت ب 10 جنيه والكلام ده، و المفروض ان انا اكلم اني فيهم. تمام، لو انا البرودكت بتاعي كده، فانا المفروض ما بشتغلش بفويس تون واحده. طيب لو انا البرودكت بتاعي هو، او انا البراند بتاعي انا حد مثلا بتاع، لو انا حد مثلا شركه ام اس اي بتاعت اللابتوب، خلاص انا ليا وجهه واحده، انا حد ببيع لابتوب مثلا جيمنج، وطريقه كلامي مع الناس والفويس تون بتاعتي معاهم ان هو الرياكشن والجيمنج والسرعه والكلام ده كله، خلاص انا حد ستاندر فاتكلم بده. طيب لو انا زي فودافون لما كنا بنقول، ببتدي اعمل فلتريشن للبراندز بتاعتي، وبحدد كل حاجه بتتكلم عن ايه. يعني مثلا انت مثلا عندنا مثلا خلينا نقول مثلا اريال مثلا وبرسيل، تمام، الاثنين براند واحد تبع بعض. طيب هنا الاثنين المسج والفويس تون مختلفة تماما، تمام. اريال اعلى شوية وحاجة عالية كويسة جدا، وبرسيل رايحة لفئة مثلا كويسة جدا بس بتاعت الغسيل اللي هو العادي والارياف، تمام، ودول رايحين قاهري شوية او رايحين مدن شوية، فهو مش لازم يطلع يتكلم بالاتنين، تمام. فلازم الاثنين ياخدوا كل واحد البراند بتاعه بالايدنتي بتاعتي بالفويس تون بتاعته في حته مختلفه تماما، تمام، بشتغل على ده لوحده وده لوحده. طيب لو انا براند مثلا وعندي برودكت، بس البرودكت ده مش بنفس الفويس تون بتاع البراند، بعمل براندنج للبرودكت نفسه. يعني مثلا شركه بي ان جي، تمام، شركه عالميه ومعروفه في مستحضرات التجميل وفي العنايه بالبشره والنظافه والكلام ده كله، عندها براند تاني اسمه بانتين، تمام. انت ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفه بي ان جي، صح معايا؟ ايوه، بس هي عارفه بانتين. ايوه تمام، حضرتك، لانها عملت لها براند لوحده، تمام، بفويس تون لوحده، ملوش دعوه بقى ولا بي ان جي ولا شركه عالميه ولا شركه انترناشونال ولا هي بنت براند بالفويس تون بتاعته. فاحنا لما نيجي نشتغل نفكر
ده هيبقى ليه تارجت اودينس مختلفين وبوستنج خلاص نبريله براند لوحده. وده اغلبيه الشركات بقت شغاله بنفس الطريقه، لان مفيش شركه دلوقتي بتقف على برودكت واحد. يعني بيبسي مش هتبيع بيبسي بس خلاص، زمان كان بيبسي وبتبيع بيبسي، دلوقتي بتبيع ميه، بتبيع عصاير في بعض الدول، كوكولا نفس الكلام ليها حاجات كتير، عندنا سيفن اب وغير الفويس توم بتاعت كوكولا، غير الفويس توم بتاعت فانتا، كل دول تبع بعض. بس خلاص هو بنى براندز مختلفه بعيدا عن الشركه والصوره بتاعتها، بويس توم مختلفه والبرودكتس بشكل مختلف. تمام تمام. طيب هو المفروض النسب اللي حضرتك لسه عارضها دلوقتي دي، المفروض ان انا اصلا وانا بحط الاوبجكت بتاعتي يعني بتاعتي كده، المفروض ان انا بحدد المفروض ان الهدف يبقى سمارت، فالمفروض ان هو محدد بوقت معين. فانا امتى مثلا اقول ان انا عايز اعمل اويرنس لمده مثلا كام شهر؟ الكام شهر دولت بحددهم ازاي؟ بحدد على حسب التارجت اودينس هوصلهم قد ايه. يعني انا محتاج اوصل كام حد اعمل له اويرنس، كام حد؟ والله انا هعمل ل 100000. ايوه ده برضه بحدده ازاي؟ يعني بناء على الشريحه، بناء على الشريحه السوقيه. انا عندي مثلا لما احنا جينا مثلا هنا تمام، قال لي والله انت عندك الناس الانترستد بالسيارات في القاهره، ودي المنطقه اللي انا هشتغل عليها، 130000. حلو جدا. طب انا 130000 محتاج اعمل لهم اويرنس. حلو. طب يلا هنعمل بروموشن. لما نيجي نعمل بروموشن بقى المفروض ان احنا هنستهدف 130000 دول، نقدر نوصل لهم في وقت قد ايه؟ هل انا هقسمهم اجزاء ولا انا هشتغل 130 مع بعض لحد ما اوصل لهم، ولا وابتدي احدد جولز صغيره. والله انا هاخد 30000 كل 10 ايام، وابتدي اقسم بقى ال 30000 دول على مدار فترة معينة واشوف الفترة دي قد ايه، وبناء على كده بشتغل. طب انا عملت اويرنس ل 130000، هحتاج منهم نسبة 50% انجيجمنت. تمام. فهبتدي احدد على اساسها البادجت. طب ال 50% دول انا محتاج اعمل 10% منهم مبيعات في اول شهر، يبقى انا محتاج ال 130000 دول، يبقى ده كده الماركت شير بتاعي. انا عندي في 130000 عارفيني بيشتري منهم 10% كل شهر متغيرين، وبيزيد ب 5% عملاء ثابتين. حلو. وابتدي احدد على اساسه وارسم الاستراتيجي. تمام. طب لو انا مثلا شغاله على بلاتفورم واحده اللي هي الفيسبوك، والمفروض ان انا عايزه اعمل اعلانات وكده، فبحدد الحاجات اللي هي يعني امولها بناء على ايه؟ او اللي هو بناء على دراستي للجمهور نفسه. الجمهور ده طبيعته ايه؟ بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ عايش فين؟ بيعمل ايه؟ اللايف ستايل بتاعته، كل التفاصيل بتاعت بتاعت الكلاينت، ومش باخدها كلها احطها، ببتدي اشتغل على بوزيشن معين. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض ان انا اتيليه بتاع فساتين. حلو. ببيع كل انواع الفساتين. طب الاتيليه ده لازم يعمل بوزيشن، مش هينفع يتارجت كل الناس في كل الاعمار على فستان العروسه. لا، انت لازم أن تبقى عامل بوزيشن فستان العروسه من سن كذا لسن كذا، بالبوست ده، بالكونتنت ده، بالتفاصيل بتاعته دي، بالتارجت اودينس، الناس اللي اوريدي مخطوبه بقالها سنه، لو ده رينج مثلا في الدوله اللي انا بستهدفها بتاع الخطوبه، الكلام ده كله. طيب هيجي بقى يعمل فستان سهره. حلو. ده بوزيشن تاني. الناس الانترستد بالسهرات، بالحفلات، الكلام ده كله، بالبوزيشن بتاعهم، بالسن بتاعهم. البنات مثلا لو انا مستهدف مصر، في مصر المفروض بيبتدوا يحضروا حفلات من سن كام؟ او من سن الجامعه، فخلاص انا عرفت. فاهم قصدي؟ فابتدي احدد واعمل برضو. ارجع اقول المره الثالثه في نفس الميثود هنا، نشتغل على الاس تي دي سيجمنتيشن تارجت بوزيشن. تمام. طب اخر سؤال بقى، هو الجزء بتاع الاستراتيجي ده المفروض ان هو ياخد مني وقت قد ايه؟ على حسب البروجكت، ملهاش ستاندر وقت. تمام. بس اكيد مش بيقل عن اسبوع، لان انا ببني الكلام ده بناء على اناليسز. تمام. يعني ببني اناليسز وابتدي اسيرش لحد ما اوصل لادق المعلومات، علشان ابتدي ابني استراتيجي وافكر فيها بشكل وقت مريح. وابتدي اتكلم على، بس على حسب البروجكت. انا ممكن في بروجكت اشتغل في القاهره بس، بيبيع مثلا حاجات اونلاين من خلال مثلا ويب سايت، وفي بروجكت تاني انا بستهدف السعوديه والامارات ودول الخليج، وعندي مش عارف ايه.
فلا دي محتاجه وقت اطول. فلو مثلا جه حد جه قال لك انا محتاج حد دلوقتي دايركت دايما هنعمل فيه الاستاذ، لا مفيش حاجه اسمها كده حسب طبيعه البروجكت. عشان كده دايما دايما بحب الجزء بتاع الاورينتيشن في الاول مع الكلاينت او على البروجكت، لازم يكون كده في الاول تعارف كده على البروجكت عشان نشوف السنس بتاعه رايح فين. تمام عفوا نورهان. اوكي خلاص خلاص. السلام عليكم اي حد يعني. طيب خلاص اتفضل انا هقفل المايك. لا لا انت اتفضل، انا ما عندي سؤال انا ما عندي حد. انا ما عندي اسئله بالكونتنت، بس عندي راح احكي طلب مع الاستاذ محمد، فتفضلي. تمام شكرا يا استاذ محمد، شكرا لذوقك. اتفضلي يا نورهان. عيب مرسي قوي الأستاذ محمد. طيب أنا هسأل سؤالين باختصار. ممكن حضرتك بس تبعت لنا زي بلان للبرودكت حضرتك اشتغلت عليه، فتبقى زي لينا ريفرنس نبقى ماشيين عليها، نقدر نعتبرها مثلا دي الخطوات بتاعتنا. يعني مثلا سينا حضرتك عامل إعلان ماسك شركة شامبو، فدي خلاص تبقى الدنيا ماشية كده قصادي يعني. بس اكزامبل يعني. هو ده انا كان في فعلا فايل بعته للناس شبه ده تقريبا على حاجه اكشلي حقيقيه حصلت في 2015 او حاجه، وعملت عليه ابديت سريع وبعته للناس، فممكن هنزله على البيج عشان برضو الناس اللي حضرت هنا والناس اللي شفتها قبل كده. بس برضو خليني ارجع اسالك سؤال محدد، هو خلينا بس سبيسيفيك جدا، بلان ايه؟ ماركتنج ولا سوشيال ولا ديجيتال ولا كونتنت؟ سوشيال ميديا اللي هي الاستراتيجي الاول اللي هي اللي بعدها، وبعد كده بنعمل كونتنت. الكونتنت انا ما عنديش فيه مشكله خلاص عادي بعمله. انا بيبقى عندي مشكله في اللي هي الاستراتيجي اللي بتبقى قبل ما اقول، يعني هقول للعميل دي 1 2 3 ده الجندر بتاعنا اللي هنستهدفه ودي اللوكيشنز ودي مش عارف ايه كده يعني. ماشي انا ممكن ابعت لك ستاندر من حاجه اكشلي حقيقيه زي اللي انا بشرح منها دلوقتي. على فكره واللي انا بشرح منه دي حاجه كانت معموله برضه قبل كده يعني، مش انا بس يعني حاولت اخفي الهويه بتاعه الكلاينت نفسه، بس هي حاجات اكشلي حقيقيه حصلت اللي بيتشرح منه حاجه حقيقيه. العميل بتاعي عنده صفحه بمليون ونص تمام، وعايز يخليها 2 مليون تمام. فهو بيعمل، احنا بنشتغل على بيج لايك كامبين تمام. اوكي الكوست دلوقتي عالي قوي، يعني الكوست مثلا انا في العادي كان بيظهر لي 88 قرش. ما احنا نعم؟ احنا دلوقتي في سيزون، ده طبيعي. احنا دلوقتي عيد وامتحانات واجازه ومصايف وشاليهات وعقارات، يعني احنا مش في سيزون، احنا في كامبو سيزون. طيب وانا ممكن اعرف الكوست تقريبا المتوسط بتاعها كام اللي ماشي معاه، يعني الرينج بتاع السوق كام؟ ما على حسب كل سوق وعلى حسب التارجت. يعني انا ممكن اكون شغال عقارات، حضرتك شغال عقارات، بس انا مثلا شغال في منطقه مختلفه ببادجت اسعار مختلفه، التارجت اودينس مختلف. فهي موضوع رينج الاسعار ده مش بيبقى حاجه اكشلي صحيحه، هي الموضوع كله بيعتمد على تيست. احنا ممكن تعملي تيست وبيزد على ده يتحدد لك. ولما تيجي تشتغل، لو انت شغاله فيسبوك اشتغلي كامبين بادجت اوبتمايزيشن عشان يبان لك الموضوع بشكل افضل، واختار لو كوست صح كده. والمش شرط مش كله بينفع معاه لو كوست. بصي هوضح اي حاجه، مفيش حاجه ستاندر تمام، سواء في شغل الادز او في الماركتنج بشكل عام، مفيش اي حاجه ستاندر ابدا يعني، ولا في شغل الادز ولا في بادجت ولا في تايم ولا لوكيشنز ولا اي حاجه تمام. فهي بتعتمد على التيست ومدى نجاح البرودكت مع الكلاينت ده والاستراتيجي اللي اشتغلت عليه تمام. يعني حتى لما انا ابعت لك مثلا فايل زي ده، هو مش ستاندر از ان انت تمشي عليه يعني 100%. يعني انت ممكن تاخدي الهنتس بس، انت تشتغلي هنا على كذا ولازم تحددي، انت تاخدي التايتلز تمام. فلازم تمام. طب هي البيج لايك كامبين انا بتعلي معايا ساعتها، يعني مثلا لو بعمل بيج لايك كامبين بلاقي الريتش بتاعي مثلا 5 مليون، حلو الكلام، وهي البيج اوريدي اكشلي مليون. ده مش المفروض دي يقلل معايا كوستها شويه، يقلل معاكي الكوست ان هو وصل لاعلى الكوست البيج الواحده؟ لا هو خلي بالك ان كل 1000 ريتش بتتحسب على انها والله لايك.
لا انا قصدي يعني انا الريتش عندي دلوقتي، انا البيج لايك بتاعت، انا البيج عندي الفانز بتاعها 1.5 مليون، تمام؟ حلو الريتش بتاعها 5 مليون، الريتش العادي. حلو حلو. اما باجي اعمل بقى بيج لايك كامبين، المفروض يكون سعرها قليل بما ان الريتش عندي عالي. اوكي، بما ان بس هو ملوش علاقه، لان انت كده كده انت عندك الريتش عالي كاورجانيك صح؟ الاثنين يعني ميكسد. انت هو تقريبا احنا بنبقى شغالين تقريبا طول الوقت يعني. طيب اوكي، انت اعرفي هو كبيت كام وبناء على ده تحكمي، تمام؟ وبعدين اعرفي برضو الجزء بتاع البيج لايك هو حاسبها لك بكام، وبناء على كده تشوفي هو كده غالي عن الطبيعي اللي انت بتدفعيه ولا لا، بناء على التيست اللي انت كنت شغالها قبل كده. ما هو فعلا الفترة دي أغلى من الطبيعي كتير، الضعف تقريبا. ده شيء طبيعي، والمفروض انت تكوني عارفاه من قبلها، لان اصلا انت زي ما بقول لك، انت احنا في كامبو سيزون زي ما بقول لك، يعني احنا زي ما قلت لك سيزونز كتير في اندستريز مختلفه، تمام؟ بعدين في حاجه تانية، المفروض الاولجريزم اصلا الفتره الجايه هتعتمد في حاجه هتضاف جديده في جزء الاودينس، هتبلغك ان الاودينس بتوعك لو هم انترستد بحاجات تانية الاولجريزم بتتعامل معاهم، فعايزه تعملي الاوبشن ده ولا لا. يعني مثلا انت دلوقتي شغاله فرنيتشر للناس الجداد، حلو. طيب انا واحد مثلا مهتم ان انا اشتري فرنيتشر لشقتي عفش كامل، فاوريدي انا حد بعز، فانا محتاج ديكور للشقه فرنيتشر. فانا لو انا ببيع فرنيتشر وحد بيدور على ديكور فاظهر له، تمام ولا لا؟ تمام. فدي حاجه بعد كده فيما بعد هتوسع المنافسه اكتر، يعني هيبقى بتاع الفرنيتشر شغال على نفس الاودينس شغال عليه بتاع الديكور، فاهمه؟ بشكل بقى سبيسيفيك ومحدد للالجوريزم نفسها هتلعب على ده. تمام، شكرا جدا وميرسي قوي لذوق حضرتك قوي. اتفضل يا استاذ محمد، واسفل ازعاجك برضه. لا انا بحب اشكر الاستاذ محمد، يعني بصراحه انا دخلت كورسات بسعر 500 دولار و600 دولار ما بتعلم الكلام اللي بقوله بالمحاضرات او شيء، ف يعني اتس جود، اي ثانك يو. شكرا جدا، يعني اسعدتيني، ربنا يخليك، شكرا. عن جد يعني هي مش مو سنه لك، حتى الناس انه احيانا لما بتشوف الناس بتنزل محاضرات على اليوتيوب بتقول هذا شخص ما عنده شيء يقدمه او مو شو مفيد او شيء، فالناس هيك بتفكر للاسف. معلش مش سامع. في ناس بتشوف انه لما تقدم محاضرات مجانيه وتنزلها على اليوتيوب انه هاي محاضرات عاديه او ما فيها معلومات قيمه او شيء. تمام. لا خالص، يعني احنا من 2000 وفي اخر 2017 او اول 2018 واحنا بنتقابل كل يوم جمعه، يعني كنا حتى الاول بنتقابل على الارض قبل اونلاين. هلا انا عندي مش سؤال، اول شغله بدي تعملنا درس عن الاكستنشن اللي ضايفه على كروم، شو بتفيدك كيف تشتغل معها فيها. يعني بص انا موضوع الاكستنشن ده بصراحه يعني ما هو فعلا محتاج له يوم لوحده، ان انت يعني الاكستنشنز كتير مش في منه للسوشيال ميديا ومنه للسيو، فانا عندي يعني بص يعني هو محتاج يوم فعلا، و يعني كتير، يعني حتى في السيرش هتلاقي فيه فرح هنا، يعني سوري يعني، بس انا في محتاجه تفاصيل كتير. لا خلاص ممكن نهدي لها درس، بس انت لو محتاج اكستنشن لحاجه معينه ابعت لي واقول لك ممكن تستخدم ايه، فاهم؟ يعني بشكل محدد بحيث ان احنا الدنيا تبقى اوضح، يعني في يعني او تبقى الدنيا بعد كده اسرع. ممكن نعمل فعلا احنا كده كده كل يوم خميس بينزل او يوم اربع بينزل سؤال على الجروب احنا محتاجين نتكلم في ايه، ممكن حضرتك تفكرني او تكتب ده ويتخش فوت وان شاء الله. بصراحة لأن موضوع الاكستنشن لذيذ وبالشغل خاصة بالسوشيال ميديا، يعني هو بصراحة يعني ما اقدرش اعيش على جوجل كروم من غير الاكستنشن دي، لو حصل فيها حاجة. انا بصراحة عامل يوزر، يعني انا عامل يوزرين، واحد بشتغل عليه اس اي او وواحد سوشيال ميديا، فمشان ما اضيع. يعني هو موضوع الاكستنشن ده بصراحة برضه يعني من الحاجات المهمة جدا بصراحة، يعني من الحاجات انا كنت عاوز اسال حضرتك، انت ما راح تعمل انك انت معك بالجروب في عندك كورس سي او بس كورس كتابه صحيح؟ طب ما راح تعمل لنا اياه فيديو، يعني هو بص احنا اتكلمنا قبل كده عنه مره فيديو، بس سوري مره اتكلمنا عنه قبل كده مره فيديو،
فممكن ندخل في في هلا انا حابب تحكي عنه مو بشكل يعني بشكل فيديو واحد يعني خمس جلسات يعني تحكي لنا على الكيورد ريسيرش والباك لينك والسوشيال سيجنال والسيو استراتيجي فلو في هيك طريقه يعني بكون مشكور يعني خلاص ما... وخاصة انه انا شايفك حاليا عم تركز بالاعلانات والسوشيال ميديا كتير بس انه اهملت شوي للسي او هو لكن... هو بص هو انا فعليا بعيدا شويه في كل اللي بديه على السوشيال ميديا لان مش ناس كتير بتدي في الماركتنج والسوشيال ميديا بقى فيها كلام كتير بصراحه ف اوكي هلا انا بس انا لاني انا بصراحه السي او ما هو يعتبر اصعب شغل اصعب شيء ممكن فاللي بيتعلمه بيتعلم سوشيال ميديا بكل سهوله فبسبب هذا بالضبط دي حقيقه ف... لا يعني اوعدك ان شاء الله يعني في اقرب فرصه ده هيحصل باذن الله شكرا لك كثير عفوا بس انا عندي سؤال ثالث هلا انا لما بيجيني عميل يعني ما بخاف انه احط استراتيجي او اهداف انا ما اقدر احققها بصراحه تمام ف ان كان بالـ SEO وان كان بالسوشيال ميديا او ان كان باي شيء انا هلا حاليا شغال بشركه كـ SEO متخصص SEO سبيشاليست بس نفس الوقت يعني انا باخذ مجرد تاسكات ما بشتغل على استراتيجيات كامله يعني انا باخذ تاسك اشتغل على باك لينك اشتغل على كيورد ريسيرش اشتغل على اوبتمايز للبلوج نفسه او للمقاله نفسها فانا شوي عندي حته الاستراتيجي او الكي بي اي مثل ما بقولوا يعني حتى انا عندي كمان سؤال اقول لحضرتك لما تيجي تشتغل على تاسك معين حاول تبقى انت اوير بالبلان كامله يعني يا جماعه انا محتاج ابقى اوير بالبلان كامله عشان اقدر اعرف هسلم ايه للي بعديه واللي قبليه عمل ايه علشان اقدر اطلع احسن حاجه وتاخد بلان كامله تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي انما هو غلط ان انا اشتغل جزء واسلمه وانا مش فاهم ايه اللي حصل قبليه وايه اللي حصل بعديه ولا الاوبجكتيف ايه هلا انا فاهمان بالسي او هنا فاهمان كيف تنحط الاستراتيجي لكن انا شوي بدي اتعمق فيها اكتر يعني او حتى الاستراتيجي ما هو انا برضو يعني برضو لو انا شغال في اكاونت مثلا كجزء اي سي او وفي جزء تاني شغال سوشيال ميديا انا لازم انا ابقى اوير بيه علشان ابقى عارف ما ينفعش انا اشتغل على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا حاجه والناس اللي تخش على السوشيال ميديا تلاقي حاجه وتخش الناس نفس الناس على الاي سي او او على الويب سايت تلاقي حاجه ثانيه فاهم فانت لازم تكون يا جماعه انا لازم انا اكون اوير علشان اعرف البروجكت على بعضه ورايح لفين عشان اقدر اديله احسن حاجه في الحته بتاعتي لا وخاصه الايجنسي اللي انا فيها فيه تقريبا حوالي 40 شخص وكله مقسم على تيمات ف مثل ما قلت انت اوكي يبقى في ريبورتنج دايركت او درايف معمول للكلاينت ده للبروجكت ده فاهم قصدي والدرايف ده يكون متحمل عليه البروجكت بشكل كامل فاهم ده لازم يكون حاصل عشان انت تبقى فاهم الدنيا رايحه فين مش حاجه عابره عدت عليا ومشيت وانا مش عارف هو ده بتاع مين ولا تبع ايه ولا البروجكت ايه اوكي تمام يعطيك الف عافيه الله يعافيك تمام نورهان او احمد كان في حد عايز يسال حاجه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذ احمد عامل ايه اولا انا بشكر حضرتك جدا على المجهود الكبير وحقيقه حاجه مستمتع جدا باللقاء مع اني جاي متاخر اول مره احضر لك لايف صراحه بس اتفضل حضرتك كان في استفسار بس سريع انا كنت عايز اعرف ايه التولز اللي حضرتك ممكن تعمل بيها الماركتنج بلان بتاعك كويب سايت يعني كان في ويب سايت بيبقى جاهز كده ممكن نشتغل عليه بس اغلب الحاجات دي بتبقى مدفوعه فكنت حابب اعرف هل في اقتراح لحضرتك او في بلان معين او طريقه معينه ممكن نشتغل بيها تكون غير مدفوعه وتبقى مناسبه اكتر من نوع بيزنس ولا لا بص هو في تولز كتير جدا بس بيبقى الموضوع سبيسيفيك على حسب انت محتاج ايه يعني موضوع التولز للبلان دي كتير جدا وبيبقى على حسب انت محتاج ايه غير كمان ان في تولز بيكون استخدامها لحاجه واحنا بنستخدمها لحاجه ثانيه تمام يعني يعني مثلا تعالى مثلا ناخد مثال مثلا بتاع الكيوردز ده تمام الكيوردز دي انا ممكن اعرفها علشان اشوف الناس بتسيرش على ايه حلو طيب ممكن انا اعرفها عشان حاجه ثانيه اعرفها علشان ازاي اقدر افهم دماغ العميل او مثلا ان انا استخدمها في المقالات بتاعتي او ان انا يعني فاهم فكل تول بيكون ليها حاجات معينه يعني بيكون ليها انت على حسب الاستراتيجيه اللي انت هتستغل بيها التول دي تمام ف الموضوع التولز بتبقى واسعه كتير
فاحنا ممكن زي ما كنت بقول نحدد حاجه معينه، وفي تولز اونلاين وفي تولز مش اونلاين، وفي تولز مدفوعه بشكل ما، وفي تولز مدفوعه بنعرف نخشها بطرق معينه، وفي تولز مش مدفوعه. يعني الموضوع واسع جدا، فاحنا ممكن فعلا فعلا المره الجايه او في اقرب وقت نعمل يوم. احنا كده كده بنتقابل كل يوم جمعه على زوم، وكل يوم اثنين على كلوب هاوس، فاحنا ممكن نعمل يوم معين منهم ايا كان هنا ولا هنا، بس زوم هيبقى افضل عشان نبقى شايفين ونتعامل عليه. تمام، شكرا جزيلا يا فندم. عفوا. شكرا جدا لحضرتك بجد، ودي فعلا اول مره احضر لايف ليك، وشكرا جدا انك بتساعدنا. عندي سؤال بقى كمان، انا بعمل جالي عميل كلاينت مشهور جدا، تمام، بابليك فيجر يعني، وبيطلع في لقاءات وكده. الو. ايوه سامعك، كمل. وطلب مني الفيريفيكيشن، تمام، بشكل بسيط جدا، خدت اللينك وقدمت كل اللقاءات الاعلاميه بتاعته، وبعت اللينكات، وكتبت ليه الشخص ده بالذات مهم جدا يتوثق له، ان الشخص ده تقريبا ما فيش حد بيتكلم باسمه تاني، يعني هو شخص فريد، وشغلانته دي حتى زي زويل كده، حته بتاعته هو بس. فليه مهم ان الشخص ده ياخد فيريفيكيشن؟ وبصراحه مليت الابلكيشن بالعربي، ومليته مره بالانجليزي، تمام، يعني سطر كده. ايوه، اول مره بعتها من الاكونت بتاعي اترفض اوتوماتيك. قلت ماشي، ممكن يكون واخد حظر اعلانات وعشان مش عارف ايه، قلت مش مشكله قشطه. بعدها مره تانية رحت بعتها من الاكونت بتاعه الشخصي بتاعه هو، عشان هو اكتر واحد هيبقى ريليتد بالموضوع. بعت عن طريقه، اترفض تالت. تاني بعد ما بعت برضه عن طريق اكونت تالت خالص، وبيعمل اعلانات حرفيا، يعني الاكونت بتاعه معدي 200,000 جنيه، برضه اترفض. ف ليه؟ ولا وما بياخدش وقت حتى انه يقرا الكلام ده واخد. اقول لك على حاجه، اقرا البوليسي بتاعه الفيريفيكيشن، لان كده في حاجه انت مخترقاها في البوليسي بتاعتهم، حاجه دايركت كانه حاجه صريحه، ففي حاجه من المعطيات او في حاجه من اللي انت بتديهم له هو اصلا رافضها. يعني مثلا زي ايه؟ ما انا مش عارف ايه اللي مليتيه او اللي كتبتيه، فاهمه؟ لا لا، ده كلام عادي، هو راجل عادي جدا، يعني راجل ملوش علاقه باي حاجه، فاهم حضرتك قصدي؟ ما هو برضو اجتماعي، يعني شغله اجتماعي. ولو برضو اكيد في حاجه اتكتبت او في حاجه غلط في يعني في حاجه في البروسيس، تمام، في حاجه في الكتابه، في يعني في حاجه في الاكشن اللي انت بتعمليه مش احسن حاجه. فدي حاجه. حاجه ثانيه، الحل بتاعها ايه؟ اعملي كونكت مع حد من السبورت، ويا ريت يكون من اكونت حد يكون عنده اعلانات كتير او شغال بشكل عالي، عشان يكون هو حد يقدروا يهتموا بيه على طول، ويكون مربوط بالحساب بتاعه. يعني انا مثلا لو هتكلمني الاكونت بتاعك، والاكونت بتاعك هايل جدا وبيعمل اعلانات، والبيزنس بتاعه مظبوط، والبيزنس اكاونت بتاعه تمام وكل حاجه، اربطي البيج بتاعته عندك، تمام. هو مش بيج، هو اكاونت شخصي بصراحه، اكاونت شخصي، دي فيه برضه للبيزنس اكاونت بتاعك عادي، واقفلي الصلاحيات بتاعته. تمام، يعني انت طيب. للبيزنس اكاونت، المهم ان انت يكون الريليشن بيه شويه، تمام، وابتدي اشتغلي بقى على ده، وشوفي ايه الغلطات اللي عندك. هو كده كده تكنيكال سبورت بيكون عنده الكيسز كامله، ودي حاجه. حاجه ثانيه، ارجعي للميل، اكيد هم بعتوا لك ميل بالغلط، يعني ايه الحاجه الغلط؟ اكيد بعتوا لك بيها ميل، ما عملوش اي ميل غير ان الشخص ده غير مؤهل للفيريفيكيشن. حلو، ويرجو بعد 3 شهور اعمليها تاني. طب ليه مش مؤهل؟ هو يعني بقولك ما اعرفش، ما هو في حاجه في البوليسي انت مش ظبطوها، يعني في حاجه غلط، يعني فاهمه؟ في حاجه يا اما في البروسيس، يا اما في البروفايل نفسه. لما هو البروفايل قديم ولا جديد ولا بقاله قد ايه؟ قديم جدا، بقاله يعني من 2000 من ساعه ما اتعمل الفيسبوك تقريبا يعني، وهو شخص ملوش علاقه باي حاجه، هو حاجه فن يعني، حاجه اجتماعيه بحته، عنده فولورز، عنده فريندز، عنده لقاءات اعلاميه بعتها، فاهم حضرتك قصدي؟ بيشير الحاجه باستمراريه،
حرفيا كل التفاصيل بكل دقه. يعني انا يعني عملتها يعني انا عايز اقول لحضرتك انا بركز في الحرف بس انا كنت مستغربه جدا يعني. طب انت خلاص انت كده محتاجه بس تكونكت مع تكنيكال تيم يقول لك الدنيا فيها ايه، تكنيكال سبورت يقول لك الدنيا فيها ايه وايه الغلط او ايه المشكله، او ابعتي لي يعني ابعتي لي البروفايل برايفت او ابعتي لي يعني فولو اب معايا في القصه دي وانا اقول لك المشكله فين، لان انا حقيقي حاليا كده انا مش معايا اي حاجه اقدر احكم بيها اقول لك هو ده صح غلط اديني ايه. لو اديتك اي كلام دلوقتي يبقى اي كلام، تمام؟ الخير ان هو فعلا في حاجه في البوليسي دي اكتر حاجه اقدر إيه. طيب اخر سؤال ماشي، ازاي اوثق البيزنس بتاعي بيزنس مانجر؟ البيزنس مانجر ان انت بتبعتي التفاصيل بتاعتك، بتبعتي فيريفيكيشن التفاصيل بتاعه البيزنس بتاعك بالورق بتاعه بالبطاقه الضريبيه بالحاجات دي وتبعتيها له، وكمان هتلاقي في حاجه تبعتيها تدفعيها للحساب، وكمان هتلاقي في حاجه في البيزنس بتعمل فيريفيكيشن تمام هتلاقيها موجوده في الاكونت برضو. ممكن اخد لك سكرين من عندي وابعتها لك. تمام، يبقى شكرا جدا لحضرتك، ميرسي قوي. مش في حد تاني عمرو كان عندك سؤال؟ أنا كنت عايز أسأل بس على دراسة تحليل المنافسين. تمام. تحليل بالنسبة مثلا أنا لو عايز أشوف أعمل أناليسيز للبادجت اللي هم بيستخدموها في الإعلانات، فدي تمام. مثلا في أول معينة أو في مثلا تول معينة تقدر تستخدمها؟ بص برضه هقول لك حاجة تعملها كده، إحنا ساعات بنعملها بنروح لأي تكنيكال سبورت ونقول له أنا في مجال كذا ومحتاج نصيحتك في عدد في البادجت اللي انا اصرفها، تمام؟ ده لو فيسبوك، لو انت بتتكلم على جزء فيسبوك. طب لو انت بتتكلم بشكل عام انت هتشوف مدى الاعلانات بتاعته وبناء عليها بتبتدي تحدد التولز اللي اشتغلها كلها والحاجات اللي هو عملها كلها وتبتدي تديها افريج سعر. يعني مثلا هو شغال طول المبيعات قالوا لك ان هو نازل ايفنت وعمل بروشورز وانت شايف ان هو عامل اعلانات على فيسبوك ولينكد ان، فانت خلاص تبقى انت فاهم ان دي افريج البادجت بتاعته، تمام؟ دي حاجه. حاجه ثانيه بتبتدي انت تعمل اعلانات على حسب ما هو برده شغال اعلانات وبنفس الاستراتيجي وتحط البادجت بتاعته. يعني انت حاطط البادجت مثلا معينه جابت نتيجه، اوكي يبقى ده افريج البادجت بتاعتك. في حاجه كمان، انت ممكن تسيب البادجت مفتوحه ال في الاعلان بتاعك لو انت قريت الدنيا معاك وتفولو اب معاها لحظه بلحظه وتشوف مدى الصرف رايح فين، فهتعرف المنافسين اللي قدامك بيصرفوا فرنج قد ايه. تمام. طب بالنسبه للادز بتاعت الانستجرام، الادز بتاعت الانستجرام بتتعمل اصلا من انستجرام احسن ولا تتعمل مثلا من الاد مانجر؟ بص كاكاديميك وككلام فيسبوك والكلام ده هو بيتعمل من الاد مانجر احسن بكتير، تمام؟ ده 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 الصح. لكن في التجارب احيانا بيطلع فيسبوك احسن، سوري بيطلع انستجرام بنتائج افضل، تمام؟ فانت على حسب التيست، لو اكونتك بتاع انستجرام بيجيب نتائج كويسه كمل عليه عادي، بس الافضل والنورمال والطبيعي كده هيجيب نتائج كويسه هو الاد مانجر، تمام؟ بس ممكن نجرب الاول بالاكونت بتاع انستغرام بعد كده مثلا نعمل لوكا لايك. يعني لا هو انستغرام ما فيهوش لوكا لايك، لا نعمله مثلا بالادز مانجر بالنتائج اللي احنا بيعمل. اعمل بص اعمل تيست. بص اقول لك على حاجه، انا كنت لسه برضو بقول من شويه لحد سال، مفيش حاجه ستاندر، تمام؟ ايش اعمل اعلان هنا وهنا على نفس الكونتنت، تمام؟ ونفس الصور في نفس الوقت، حلو؟ وشوف انهي فيهم احسن من الثاني وبناء عليه وقف واحد وشغل وكمل الثاني عادي. خلاص تمام، مش تمام جدا. تمام. كان في محمود بيسال الدومين اثوريتي. بص واكيد انت شفتها هنا، هو الدومين اثوريتي دي بتتكلم عن الكواليتي بتاعه الويب سايت حسب الاندستري دي، تمام؟ يعني انت الويب سايت بتاعتك ده الويب سايت بتاعك واخد كواليتي كام
تمام في كويب سايت بالنسبه لمحركات البحث في الاندستري دي تمام. ودي هتلاقيها على موز يعني هتلاقي فيه اللي هو موز ده كده تمام اللي هو ظهر فوق ده هنا كده اكستنشن دي تمام هديك الاثوريتي بتاعتك كده تمام الاثوريتي بتاعت المنافسين وبتاعتك والكلام ده كله تمام. وهتلاقيها برضو في 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 سيمر في سيمرش تمام. خلاص ده السؤال بتاعك. ممكن ابعت لك انت موز تمام ده اللي هتلاقيه معاك هيطلع لك الدومين اثوريتي تمام. الكواليتي بتاعت الدومين بالنسبه ل في الويب سايت بتاعك او بتاع المنافسين في الاندستري دي في محركات لمحركات البحث تمام. طيب خلينا كده نرجع سريعا. احنا قلنا الجزء بتاع المنافسين الجزء بتاع الاد طبعا بحدد بقى للعميل انا والله عشان احقق الاوبجكتيف بتاعتك دي احنا محتاجين نشتغل بيج لايك محتاجين نشتغل انجيجمنت كامبين تمام. دي الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغلها والله احنا هنبتدي الاوبجكتيف بتاعتنا بكذا والكامبين بتاعتها والتارجت والبيمنت تمام. ببتدي احدد له الحاجات دي وببتدي اقولها له طبعا بناء على الاستراتيجي اللي انا حطيتها. احنا هنا كده بنحط الاكشن بس انا قلت ان انا هشتغل فيسبوك فخلاص انا هشتغل فيسبوك بالطريقه دي. قلت هشتغل لينكد ان هشتغل على لينكد ان بالطريقه دي وابتدي احدد له الكلام ده واقول له والله انا المفروض هوصل للارقام دي بناء على احصائيات فيسبوك. وببتدي اقول له والله انا في الجزء بتاع المانجمنت محتاج ان انا اشتغل اوقات معينه محتاج ان انا محتاج رولز عندي رولز معينه محتاج ان انا اشتغل عليها زي مثلا ان انا اشتغل كل يوم هشتغل ميديا بلان بتاعتي اتابعها اعمل كرييتنج للبوستز والتفاصيل دي كلها تمام. ومثلا بقول له والله انا هتابع كنترول على الريتش والامبريشن والحاجات دي كلها وابتدي احط له البادجت طبعا بناء على تيست تمام. اقول له الافريج بتاعه البادجت في الاندستري دي هتبقى كذا فاحنا محتاجين نوصل للرقم ده حلو اللي هو مثلا 35,000 فانا والله المفروض عشان نوصل مثلا للناس دي المفروض ان انا هدفع بادجت كل يوم 150. طب ال 150 بير داي عشان نوصل للناس دي ببتدي بقى اضربها في الشهر هتبقى بكام في الست شهور او في الثلاث شهور هتبقى بكام على حسب وطبعا على حسب ايه كل كامبين تمام. طيب هبعت لكم فايل كامل متكامل فيه الكلام ده كله علشان تكونوا انتوا عارفين التفاصيل بتاعته. وابتدي في الاخر طبعا احسب له التوتال بادجت انا في خلال اول شهر هصرف المبلغ ده كل خلال ست شهور هصرف المبلغ ده عشان نحقق التارجت بتاعك. وبقول له والله زي الفل تمام جدا انت لو في حاجه ثانيه كلمني دي البرزنتيشن بتاعتي فيها كل التفاصيل تمام. ده تقريبا يعني بشكل سريع جدا كده الجزء بتاع اللي احنا كنا المفروض نتكلم فيه النهارده مع الاسئله بتاعتكم. ف حد عنده اي سؤال تاني قبل ما نكلوز اليوم بقى؟ سامعيني بصوت تمام؟ موقع متحرين فيسبوك من المتابعين ومهمين. بص هتشتغل على فين؟ اشتغل على فين بيجي كورما تمام؟ الويب سايت ده تمام؟ كويس جدا هيفرق معاك في الشغل بتاعك ده الاسم بتاعه تمام؟ خلينا كده نشوف بعت لك اسمه تمام. فان بيج كارما اشتغل عليه هيجيب لك القصص دي تمام. طيب ازاي اعمل اعلان زياده متابعين؟ بص هو مفيش زياده متابعين دايركت بس احنا بنشتغلها فيزيت بروفايل تمام. هتلاقي في الاعلانات حاجه اسمها فيزيت بروفايل زيارات للبروفايل بتاعك ومنها الناس بتفولو البروفايل بتاعك مش بنشتغلها دايركت مفيش حاجه اسمها زياده متابعين على انستجرام
وطبعا بقى مشتغل على حاجات تانيه، استراتيجيات تانيه زي مثلا انفلونسر، زي ان انا اشيرها في جروب، زي ان انا اشيرها على بلاتفورم تانيه بتاعتي او تبعي عليها اللينك، التفاصيل دي كلها. تمام، استراتيجيات بقى مختلفه، والناس اللي شغاله اكونت واحد بس، شغالين فيسبوك بس، بلاش نشتغل بالاستراتيجيه دي. الناس اللي شغاله ادز بس برضو بلاش نشتغل بالاستراتيجيه دي. حاولوا ان الاستراتيجيات بتاعتكم تكون متنوعه، في حاجات مختلفه، اشتغل مره اورجانيك، اشتغل مره بيد، اشتغل انفلونسر مع اورجانيك، بيد مع اورجانيك او ادز يعني مع اورجانيك، اشتغل على كذا بلاتفورم، طبعا يكون عليها الاودينس بتوعي بس ما بقاش محدد في بلاتفورم واحده، بشتغل بكذا اكتر من طريقه كونتنت وما الى ذلك. تمام، ده كده تقريبا اليوم النهارده. حد عنده سؤال تاني قبل ما نكلوز اليوم؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب تقريبا كده خلاص الدنيا، محدش عنده اي سؤال. اشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. لو سمحت عايز سؤال. ايه؟ لو سمحت في سؤال عايز اساله معلش. لا قولي. اوكي تمام. هو الاوبجكتيف، هو انا ممكن امشي كذا اوبجكتيف مع بعض ولا لازم واحد واحد؟ يعني للكامبين الواحده يبقى اوبجكتيف واحد؟ هي الكامبين الواحده اوبجكتيف واحد. وبمشيهم بقى يعني مش بالتوازي، انا بمشيهم ورا بعض، يعني مش بمشي الكامبينز ورا بعض مع بعضها ورا بعضها. تمام، طبعا على حسب كل براند لوحده، يعني كل واحده، يعني انا هشتغل اويرنس بعد كده اشتغل انجيجمنت، او يعني على حسب، انا كل حاجه بتبقى لوحدها يعني. بس يعني ممكن اشتغل على حاجات مختلفه مع بعضها، يعني مثلا ممكن انا اشتغل ان انا محتاج، لو انا عندي اوبجكتيف ان انا اعمل انجيجمنت وفي نفس الوقت ازود الفانز، فانا ممكن اشتغل كامبين بيج لايك واشتغل معاه كامبين انجيجمنت. تمام، الفكره في الاوبجكتيف. تمام، الاوبجكتيف العام انا بكون محدد حاجه معينه وابني عليها كذا طريقه يعني. تمام، ازاي اقدر اقنع عميل يشتغل معايا وانا ما عنديش خبره؟ بلاش تاخد عميل وانت ما عندكش خبره، انت اشتغل مع تيم، يعني ادخل كده مع تيم شغال وقول لهم يا جماعه انا جاي اتعلم منكم واساعدكم. تمام، مقابل ان انا اشتغل معاكم ما اخدش فلوس، هتعلم. تمام، وتدي سبورت معاهم وتتعلم منهم وتفيدهم وتشتغل معاهم، ومع الوقت انت هتفهم حتى السايكل بتاعت العميل بتمشي ازاي. انت تشتغل مع عميل وانت مش عندك خبره، انت ممكن ما يبقاش فاهم السايكل بتمشي ازاي، البروسيس مع العميل بتمشي ازاي، فانت على الاقل هتفهم منهم الكلام ده. تمام، فبلاش تاخد كلاينت وانت لسه الدنيا مش واضحه بالنسبه لك، الا لو الدنيا واضحه بالنسبه لك خلاص ابتدي اقنعه بالبلان بتاعك. تمام، ايه تاني؟ حد عنده سؤال تاني ولا؟ انا عندي سؤال والله يا استاذ محمود. الحمد لله على السلامه، ازيك؟ الله يسعدك، الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسعدك. قلت انا عندي مشكله في جوجل ادز، اني ما بفرقش بين الحملات وبين اللي هي المجموعه الاعلانيه، مش قادره احقق الشيء هذا بصراحه. تمام، بصي هقول لك على حاجه، خلينا نفرق ما بين كل بلاتفورم وطريقه اعلانها. كل بلاتفورم طريقه اعلانيه، يعني مثلا الجزء بتاع الاعلانات في فيسبوك غير جوجل اد، غير تويتر، غير الكلام ده كله. تمام، فخلينا نفرق يعني ما بين ده. في حاجه اسمها جوجل ادز ستراكشر. تمام، في جوجل ادز ستراكشر ده هتلاقي، تمام، عند جوجل التفاصيل بتاعته. تمام، ازاي هم بيمشوا الكلام ده وكل واحده منهم هي ايه بالظبط. تمام، والتفاصيل بتاعتها ايه، اللي هو زي كده مثلا. تمام، مش عارف الصوره واضحه بالنسبه لك ولا لا، بس هي هتبقى نفس القصه دي كده، نفس الطريقه دي. تمام، اللي هو انا دلوقتي عندي جوجل اد اكونت بيشتغل فيه كامبين وكامبين ثانيه. حلو، تمام. طيب كل كامبين من دول فيها اد جروب مختلف، اد جروب واحد واد جروب اثنين واد جروب اثنين، يعني خلاص احنا يعني كده قسمنا. تمام، طيب
الاعلان بقى نفسه تمام بيكون هو اعلان منفرد وجواه الكيوردز بتاعته. طيب تعال ناخد كده مثال. انا مثلا عندي كامبين عن مثلا هو في مجال يعني ايه الاعلان بتاعي؟ الحمله بيجي تحتيها كذا 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 اعلان، والاعلان بيجي تحتيه عدد من الكلمات. لا هو الاعلان بيكون جواه الكلمات بتاعته، كل اعلان ليه الكيوردز بتاعته. اه تمام. بس انا عندي اد جروب اصلا متارجت حاجه معينه، يعني مثلا ببيع مثلا شوز مثلا تمام، انا عندي كامبين شوز رجالي وكامبين شوز حريمي. حلو. طيب في الكامبين الرجالي انا عندي في شوز كلاسيك وشوز كاجوال. حلو تمام. طيب في الكوز في الـ في الـ في الشوز الكلاسيك ده جروب لوحده تمام، على حسب البرودكتس اللي فيه كذا كذا موديل، والكاجوال فيه كذا موديل. حلو تمام معايا؟ تمام. لو حسيت انك طول كده قولي لي. تمام. لا لا معاك مركزه. تمام. بدخل بقى خلاص انا عندي هنا خمس موديلات، بعمل موديل A وB وC وD كل واحد بالايه بالكيوردز بتاعته، بس كل دول جوه ايه كامبين واحده. يبقى انا عندي كامبين رجالي فيها كذا 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 ستايل، دول ستايل ودول ستايل تاني ودول مجموعه تانيه. يعني مثلا انا دلوقتي فودافون، حلو، شركه فودافون، عندي فودافون الكارت بحطها في 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 جروب تمام، وعندي فودافون البيزنس بحطها ايه في اد جروب. طيب في فودافون الكارت هنا تمام عندي كذا نظام، نظام فليكس واحد، نظام فليكس اثنين، نظام فليكس ثلاثه، نظام فليكس اربعه، كل واحده منهم اعلانها مختلف. حلو. وعندي هنا في البيزنس عندي في جروب مختلف، وعندي بيزنس واحد، بيزنس اثنين، بيزنس ثلاثه، وكل واحد بالكيوردز بتاعته. حلو. انا عندي متجر قطط تمام، انا شغاله له اعلان تمام، الان عملت فيه ثلاث حملات. انا صراحه انا يعني بتعلم، مش انه انا بروفيشنال تمام، بس اللي بتعلم وبطبق بروح في الاعلانات. الان متجر القطط عندي، مش متجر قطط، لا مستلزمات القطط يعني الاكل واللبس والليتر بوكس والامور هذه. الان رحت انا عامله اعلان اولاني كامل على الموقع، ورحت حطيته بكل 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 مستلزمات اكل وشرب اكل وليتر بوكس وصحون الميه والامور هذه كلها كامل. غلط كده على فكره، انت لازم تحددي كلمات معينه. انا حطيت كله يعني شكلت من كل الكلمات، شكلت من كل الشغلات المنتجات الموجوده، شكلت التشكيل ده تشتت. هذا الشيء الثاني في كنت عامله له مدونه، انا زي مدونه على اساس انه الموقع ما فيش له مدونه، فرحت حطيت فيها محتوى، كنت اعمل باك لينكات للموقع او للمنتجات، فرحت برضه للمدونه هذه رحت عملت حمله ثانيه. هو بصي انت انا اعتقد ان انت يعني انت محتاجه ورقه وقلم بس. يعني ايه ورقه وقلم؟ يعني انا عن نفسي لحد دلوقتي قبل اي كامبين زي كده ورقه وقلم، وابتدي اعمل لها الاستراكشر، وابتدي اشوف الكامبين دي رايحه منين وجايه منين تمام، المفروض هتشتغل ازاي، وهتشتغل على اد واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10، التقسيمه هتمشي ازاي، التارجت ايه، الدنيا ورقه وقلم، وبعد كده ابتدي ارفع تمام. طيب ورجعت شركه جوجل، رجعت شركه جوجل اتواصلت معايا، وقعدت انا وشويه انا والمسؤول اللي اتواصل معي، فعملنا حمله ديسبلاي بصراحه، حمله يعني حلوه برضو وقفنا عملناها، بس الان برضو الديسبلاي يعني برضو عملناها على المستلزمات برضو على نفس الحمله الاولانيه، بس الفرق انه هذيك كانت شركه بحث وهذه ديسبلاي. يعني مش عارف الشبكه قطعت، مش عارف عندي ولا عندك، عندي لخبطه لا هذا مش راضي يطلع. انا بقول لك انا الان صار عندي ثلاث حملات الان، فمش عارف انا مش عارف الصح يعني، حاسه حالي تايهه في الداشبورد بتاعت الاعلانات. ما انا عشان كده بقول لك ارجعي للجزء ده. انا في على الجروب اتكلمنا، خدنا جوجل اد لمده شهر على بعض، في جزء منهم او ارتكل واحد منهم بيتكلم على الجزء اللي حضرته. انا حضرته تمام. طيب هقول لك على حاجه، حاول اعملي الاستراكشر ده وابعته لي. انا حضرت اليوتيوب. لا مش اليوتيوب، على الجروب بتاع الفيسبوك ارتكل مكتوب، مش على مش بتكلم على
الاعلان. اه مش بتكلم على اليوتيوب، انا بتكلم على الجروب بتاعنا على فيسبوك. التراكشر الموجوده انا مش عارف ال الو، هو انا مش عارف الشبكه بتقطع ولا انت اللي بصل شكله. هو لو حد تاني سمعني ياكد. عندي انا مشكله لها كم يوم مش راضيه تنحل. تمام، هو في كذا حد سال. عندي انا المشكله لها كم يوم. اه ماشي، هو لو في حد سال على الجروب، في كذا حد سال على الجروب ده الجروب اللي احنا فيه. تمام، اه الجروب انا بعرف الجروب انا فيه. تمام، هو بس عشان سالوا على الشيء. تمام، هو زي ما قلت لك كده، انت بس اعملي استراكشر وبعته لي. طب يا نور، وانا محتاجه لو على تيم فيور تفوت معايا بس شويه على الجهاز عندي. ماشي تمام، مفيش اي مشكله. يعني شويه ردوش انا عايز افهمها هيك، لانه ملخبطه شويه عندي، اما الامور الثانيه واضحه. خلاص تمام ماشي، بارك الله فيك. ماشي. في حد بيسال ان الاثنين نفس الكوردز؟ لا، الكوردز هتكون مختلفه، وانت لازم تتاكد ان الكوردز دي بتدي للنوع ده من الاعلان او بتدي الاعلان بتاعك. الكوردز هتكون مختلفه طبعا، يعني انت شغال هتلاقي كل الكورد بتاعته مختلفه. تمام، طيب ايه تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ اوكي تمام يا جماعة، أشوفكم بإذن الله يوم الاثنين على كلوب هاوس، ويوم الجمعة على زوم على الجروب بتاعنا، وبإذن الله خير يعني، وإن شاء الله يعني اللي عنده موضوع يضيفه ونتناقش فيه إن شاء الله. اثنين عندنا صح؟ الاثنين على كلوب هاوس. يوم الاثنين على كلوب هاوس. وإن شاء الله أشوفكم بإذن الله على خير. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يعيد علينا كلنا الايام بخير. تصبحوا على خير. الاثنين هذا يكون موجود عيد. هو بص انا هعمل فوت، انا مش عارف، انا بالنسبه لي انا موجود. الناس لو هتبقى موجوده اوكي، مش موجوده خلاص يعني، بس انا بالنسبه لي عيد او غير عيد انا مش ما عنديش اي مشكله. ان شاء الله. يلا كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. يسعدك. اوكي. تصبحوا على خير.